بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة ليلة جديدة وجمعة جديدة وإن شاء الله تبقى حاجة مفيدة ومتميزة بإذن الله. اليوم بتاع النهاردة ده لأن فعلا كتير كتير من طلب من حضراتكم طلبتوا هذا الموضوع اللي هو الـ ECG ازاي بيتقري وازاي نتعامل معاه وازاي نعمل له انتربريتيشن. وانا يمكن معانا النهارده يعني ايه زي ما انا بقول ومصر على الكلمه انها فعلا جوهره قلب الاطفال ومن الناس اللي هم بصراحه بنسعد انها موجوده بينا في مصر يعني بهذه الامكانيات العاليه والصوره المبسطه لتوصيل المعلومه الأستاذة الدكتورة رانيا حجازي. يعني طبعا عالم يعني مش عاوز أقول لكم يعني بقى كل ما فيش حد في مصر ولا في العالم العربي ما يعرفش مين الدكتورة رانيا حجازي بإمكانياتها بالعلم اللي هي بتوفره. أنا يمكن كنت لسه بتكلم مع الدكتورة رانيا بقول لها ECG وناس كتير بيشتكوا من وأنا أولهم بيشتكوا من حتة إيه إن هو يعني بيتبخر يعني نبقى فاهمينه كويس قوي وبعدين فجأة ما نلاقيهوش. فالنهاردة بقى في حاجة إن شاء الله تبقى سلسة وبسيطة وتبقى موجودة ومتاحة على طول، لو أي حد اتبخر منه هيروح على اليوتيوب هيشوف الـ ECG تاني فهو إن هاند إن شاء الله طول الوقت.
يعني برحب باستاذتي الغاليه واختي الغاليه والعزيزه الاستاذه الدكتوره رانيا حجازي، والنهارده يبقى يوم جميل ان شاء الله يا دكتوره رانيا، منوره ومشرفان. الحقيقة أنا والله بسعد جدا جدا من التعاون مع حضرتك ومع الـ Egyptian Academy of Pediatrics ومع الأستاذ الدكتور وائل بحبح، وبالنيابة عن أطباء الأطفال في مصر بشكركم على مجهوداتكم المخلصة، وربنا يجعلها يعني علم ينتفع به في ميزان حسناتنا جميعا. النشر الدؤوب لكل التوبكس، ودايما بتسعوا أنكم تلبوا رغبات الناس وتملوا الجابس اللي موجودة، وأنا يعني فخورة جدا إن أنا جزء من العمل الكبير طبعا ده. وزي ما حضرتك قلت الـ ECG موضوع ممكن ناس كتير تشوفه سخيف، بأمل النهاردة إن احنا نبسطه، لأن أنا من الناس اللي شايفة إن لو علم الـ ECG ده انتشر هيفرق كتير جدا مع مرضانا ومع عيانينا، وبإذن الله تبقى سهرة علمية مش دسمة، وتبقى سهرة علمية متميزة في صحبة الـ Egyptian Academy of Pediatrics. بشكرك تاني، وبشكر الدكتور وائل بحبح تاني على مجهوداتكم حقيقي المخلصة، اللي أنا بشوفها قد إيه أنتوا بتتعبوا عشان ترتبوا وتوصلوا العلم بصورة جميلة. بشكر شركة كوردز، دكتور وسام وأستاذ عبد الرحمن والمجموعة كلها اللي خلف الكواليس يعني عشان المعلومات توصل واضحة، وإن شاء الله بإذن الله تبقى سهرة مفيدة. وبتمنى أي حد عنده سؤال يبعته لحضرتك، وإن شاء الله بإذن الله نتناقش في كل الكلام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وأنا بطلب من الناس اللي بيسمعونا أحبائي الغاليين وإخواتي الصغيرين والكبار وكل حاجة، إن يا ريت مثلا هنتكلم على النورمال إي سي جي، يبعتوا لنا أسئلة في الأول، أي حد عاوز أسئلة على النورمال إي سي جي، على الديزيز اللي هتبقى موجودة والأريزمس وكده برضو الأسئلة، بحيث ممكن أتوقف مع حضرتك ونسأل جزء بجزء على حسب الإيه الأسئلة إن شاء الله اللي هتبقى متوافرة معانا. أنا قبل ما أسيب بس الفلور لحضرتك وتمتعينا، أنا بس بحب أنوه عن الميتنج بتاع الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يوم الجمعة زي النهاردة بإذن الله بالظبط، هنبدأ ويفز في البيدياتريك سايكاتري مع الأستاذة الدكتورة عزة يوسف والأستاذة الدكتورة ريهام الحسيني، طبعا أساتذة الأطفال والبيدياتريك سايكاتري جامعة عين شمس، إن شاء الله هيبدأوا معانا في الـ ADHD، اللي يمكن كنا بنتكلم مع الدكتوره يعني عزه ان في منه اوفر دايجنوزس وفي منه اندر دايجنوزس بالنسبه لشباب الاطباء، فاحنا او نوعدكم ان الدنيا دي هتبقى كلير جدا جدا يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، وهسيب لحضرتك تتمتعينا وربنا يوفق حضرتك ان شاء الله ويجازيكم كل خير ان انت ما اعترضتيش ان احنا الحاجه تبقى افيلابل وان هاند والناس يتفرجوا عليها في اي وقت، فده كله في ميزان حسناتك الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لان دي هتفضل موجوده فور ايفر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله علمي ينتفع به، وانا نفسي لوكينج فورورد للسيشن الجايه بتاعت السايكايتري دي، يعني بتختاروا الحقيقه التوبكس اللي بتهمنا كلنا في البراكتس بتاعنا، فان شاء الله يبقى باذن الله نبتدي مع بعض الاي سي جي. اتفضلي حضرتك اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتمنى ان شاء الله المحاضره دي تبقى مفيده للكل. بتمنى ان كل الجنرال بيدياتريشنز قبل الكارديولوجيست يستفيدوا منها ان شاء الله، وتبقى بالنسبه لهم محاضره ابليكابل، ويعني ابعتوا الاسئله علشان خاطر الاي سي جي الحقيقه من الحاجات اللي كل الجنرال بيدياتريشنز المفروض يبقى عندهم ذا بيزك نوليدج اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. النهارده هنتكلم في الاول على البيزكس اوف ذا نورمال بيدياتريك اي سي جي. هنتكلم why are children different from adults، ايه الـ ECG clues to the arrhythmias، وايه اللي ممكن يفيدني في الـ ECG لما يبقى عندي عيان suffering a congenital heart disease. بالرغم من الـ ECG الحقيقة is a very old modality، it was invented by Sir William Einthoven في سنة 1901، لكن it is still the most commonly used laboratory procedure for the diagnosis of heart disease. Despite all the technological advances and the new inventions اللي عملناها في كل ال diagnostic procedures, there can be remain an ECG. It is the only practical and valuable method for recording and analyzing problems that are related to cardiac rhythm and conduction. يعني ممكن يكون في حاجات
هتغنيني عن الاي سي جي علشان خاطر اشخص اكريتلي كونجنتال هارت ديزيز او ليفت انتريكولار هايبرتروفيز او حاجات زي ما هنتكلم. لكن بيرمين الاي سي جي الحقيقه هو الموداليتي الوحيده اللي اقدر اشخص بيها الكارديك اريدميز with confidence واقدر احط الدياجنوستيك بلان بتاعتي كلها وكل الثيرابيتيك بلان من خلال الاي سي جي. الكونتراكشن والريلاكسيشن اوف ذا كارديك ماسلز اللي بتنتج عن الديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن اوف ذا مايكارديال سيلز دي هي اللي بتخلق الالكتريكال تشينجز الالكترودز اللي احنا حاطينها على العيان سواء on his limbs او on his chest are transcribed onto a graph paper او onto a computer علشان يطلع الالكتروكارديوجرام. فبالتالي الالكتروكارديوجرام literally means the recording of the electrical activity generated by the cells of the heart that reaches the body surface. Electrocardiogram is simply defined as the graphical representation of the cardiac electrical currents. بناخد الكارديك electrical currents دي بتترجم الى graphs مرسومة واقدر افسرها واشوف بيها كل الانفورميشن اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. نقطة مهمة جدا practical قبل ما اقرا الـ ECG لازم اتأكد ان الكاليبريشن بتاع جهاز الـ ECG بتاعي مظبوط على الكلام اللي احنا هنتفق عليه النهارده علشان خاطر كل النورمز والديفينيشنز اوف البي ار انترفال والكيو ار اس انترفال كل الحاجات دي بتعتمد على ان الكاليبريشن بتاع الجهاز بتاعي مظبوط على الكلام اللي هنتفق عليه. اول حاجه ان الريت بتاع السبيد بتاعته يكون 25 مليمتر بير سكند. يعني ايه 25 مليمتر بير سكند؟ يعني السرعه اللي ماشيه بيها الورقه او حتى الكمبيوتر بعد كده لازم تكون 25 مليمتر بير سكند. لو هي ماشيه بالسرعه دي معناها ان المربع الكبير بتاع الاي سي جي بيمثل 0.2 سكند او 5 مليمتر، المربع الصغير بيمثل 0.04 سكند او 1 مليمتر. ده مهم جدا. يبقى ورقه الاي سي جي او الاي سي جي جريد اللي متقسمه الى مربعات كبيره وصغيره، المربع الكبير عبارة عن 0.2 سكند أو 5 مليمتر والصغير عبارة عن 0.04 سكند أو 1 مليمتر. والأمبليتيود أو الارتفاع بتاع الويف فورم كل مربع صغير بيمثل لي 1 مليمتر. ده كلام مهم جدا وأقدر أشخصه عن طريق الكاليبريشن مارك أو أعرفه من الكاليبريشن مارك اللي موجودة في بداية الـ ECG paper زي ما احنا شايفين على الشاشة كده، ونعرف أن الورقة دي مهمة أو العلامة دي مهمة أن أنا أتأكد أنها مظبوطة صح. ان الكاليبريشن مارك وبتلاقي تحت كده مكتوب السبيد بتاعته 25 مليمتر بير سكند وهنا مكتوب الكاليبريشن ان كل 1 مليمتر بيساوي 1 ملي فولت. الكلام ده مهم. طب لما هو ده كلام ستاندرد ليه مديني الاوبشن ان انا اغيره؟ لان ساعات لو الهارت ريت بتاع العيان سريع جدا ممكن احتاج انا ابطئ اخليه يمشي على سرعه مختلفه علشان خاطر الويفز بتاعه العيان تبان احسن، بدل ما يبقى ماشي 25 انا اخليه ماشي 50 فاقدر اشوف التفاصيل بتاعتي احسن. او ان العيان عنده مثلا فنتريكولار هايبرتروفيز عنيفه لدرجه ان الكيو ار اس كومبلكسز مش مرسومه بوضوح، ممكن انا اغير او اظبط الكاليبريشن بتاعتي على امبليتيود مختلف. فبالتالي انا ممكن اتحكم في الكاليبريشن وده مهم ان انا اتاكد ان الكاليبريشن بتاع الجهاز مظبوط على الارقام اللي احنا متعودين عليها. ودي نقطه تكنيكال مهمه لان ساعات بتعمل مشاكل في الانتربريتيشن بتاع الاي سي جي، يبقى العيان جاي فاكر ان عنده مثلا سيفير بريديكوردر كان المشكله كلها ان سرعه البيبر كانت مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. طيب الاي سي جي بيتشخص عن طريق ليد سيستمز او الكترودز بتتوصل على العيان تنقل لي الالكتريكال اكتيفيتي بتاعه هيز كارديك ماسل سيلز الى الكمبيوتر او الى الجراف بيبر اللي انا هسجل بيه الاي سي جي بتاعي. عندي نوعين كبار من الليدز، نوع اسمه الليمب ليدز اللي بيتحط على رجلين وايدين العيان، ونوع اسمه التشست ليدز اللي بتركب على التشست اوف ذا بيشنت. الليمب او الفرونتال بلين ليدز دي بنسميها الفيرتيكال بلين ليدز اللي بتسجل الهارت بتاعي ان ذا فيرتيكال بلين. عندنا هم سته، ثلاثة بنسميهم ليد 1 و 2 و 3 وثلاثة بنسميهم ليدز AVR, AVL and AVF. أنا عارفة أن أنا بدي الموضوع من البيزك جدا، بس أنا يعني بحس أن الموضوع بتاع الـ ECG ده when we refresh it إن شاء الله ونبتدي مع بعض حتة حتة كل حاجة هتبقى very clear كمان شوية. طيب النوع الثاني من الليدز بنسميه the unipolar precordial leads اللي هي بتتحط على the patient's chest أو اللي بتسجل كمان in the transverse plane of the heart. عندنا زي ما احنا شايفين في الصورة دي هم 6 chest leads
الـ V1 محطوط in the fourth intercostal space just next to the sternal border. الـ V2 on the left fourth intercostal space just next to the sternal border. V4 محطوط برضو on the left fifth intercostal space موجود في mid-clavicular line. V3 is between V2 and V4. V5 موجود برضو في fifth intercostal space لكن موجود في anterior axillary line. V6 في fifth intercostal space لكن موجود في mid-clavicular line. دول chest beats دي مهمتها انها توريني the heart in a horizontal plane. This is very important to know. طيب في عندنا مشكلة في الأطفال. المشكلة بتاعتنا في الأطفال ان احنا عندنا طبعا الكلام ده في الأدلتس ممتاز. لان the brunt or the majority of the heart is to the left side of the sternum. فكون كل chest leads او معظمهم موجودين on the left side of the sternum, this is very useful. المشكلة ان في الأطفال اللي أقل من سن 5 years, a large mass of the right ventricle is present near or to the right side of the sternum. And it is very important in أنا أحط a representation of the chest leads أكتر ناحية the right side of the sternum, ودي namely اسمها V4R. دي إحنا بننساها كتير في البراكتس بتاعتنا, لكن عايزين نحاول نتعود دايما إن أنا محتاجة أتفرج أو أشوف أو represent the right ventricle of the patient better. This can be done simply by moving the V4 اللي كانت مفروض تبقى موجودة في left في left fourth intercostal space موجودة في midclavicular line, أنا هنقلها في نفس المكان بس to the right side of the sternum. ولازم دي موجودة في fifth intercostal space on the right midclavicular line بسميها V4R. ولو عملتها I should label it clearly on the ECG عشان لما يجي حد يقراه يبقى عارف ان this was not the typical of the classical V4, لا دي V4R. It should be part of the practice بتاع اي pediatric cardiologist عايز يبص على ال ECG بتاعت العيان ويطلع منه معلومات مفيدة. This is a practice that should be encouraged before the age of 5 years because there is a right ventricular brunt موجود on the right side of the sternum. نخلي بالنا ان احنا كده عندنا 6 limb leads وعندنا 6 chest leads. دول بيسمون the information gathered بيكونونا the 12 lead ECG. لو بصينا على الفيجر ده هنلاقي ان ده بيوضح لنا جدا ال 12 lead ECG معناها انه بيشوف الهارت from all او from the entire circumference of the heart is covered. لو احنا عايزين نبص على lead 2 و3 و AVF بنسميهم the inferior leads, بيمثلوا the inferior part of the heart. من عندنا ال V1 و2 و3 و4 بيمثلوا the anterior surface of the heart. V5 و6 بيكونوا the lateral surface of the heart ومعاهم كمان lead 1. وعندنا ال V1 AVR وال AVL دول مهم جدا ان انا ابقى عارف ان هم they represent a different part of the heart. زي ال AVL ده بيبص لي على ال lateral surface وال AVR بيبص لي على ال right atrium. وعلشان كده الـ AVR مهم جدا لما اجي بعد كده اتكلم على الـ assessment of the rhythm. الكلام ده مهم امتى؟ لما اجي ابص على الـ ECG بتاع العيان انا عايز اعرف الـ abnormality involving which part of the heart مثلا في عيان myocardial ischemia. انا عايز اعرف الدلتا ويف بتاعت الـ accessory pathway دي طالعه منين. فمهم ابقى عارف ان انا لو لقيت الـ abnormality related to V1 to V4 يبقى انا بتكلم في anterior surface of the heart. لو انا عايز ابص على V5 to V6 يبقى ده بتكلم على lateral surface of the heart. وبالتالي ال 12 lead ECG لازم يبقى في دماغي ان كل lead بتمثل جزء من الكارديك مسل and it will represent it better and these combined information بتمثل لي the 12 lead ECG. لما نيجي نتكلم بقى يبقى احنا كده اتفقنا على two practical points مهمين. اول practical point اتفقنا عليها ان انا I have to check the calibration of the ECG. أتأكد أن السرعة بتاعت البيبر ماشية 25 مليمتر per second. This is very important. وأن كل ملي فولت بيوصل 1 مليمتر. ده الكاليبريشن بتاع الجهاز. والنقطة الثانية أن أنا عشان خاطر أطلع the most valuable information من الـ ECG أتأكد أن أنا عندي 12 lead ECG 6 جايين من الـ lead 1 و 2 و 3 والـ AVR والـ AVL والـ AVF والباقي جاي من الـ chest leads combined مع بعض هيطلعونا the 12 lead ECG and this is very important. طيب تعالوا نتكلم على the interpretation of the normal ECG. مشكلة الـ ECG إن أنا لما بمسكه أبص عليه كده لو أنا ما عنديش بلان إزاي أو أسئلة معينة عايزة أطلعها من الـ ECG ده ممكن أتوه فيها وما بقاش بطلع valuable information. فلازم كل واحد فينا قبل ما يبتدي يعني يتعود على الـ ECG ده ويقراه يبقى حاطط في دماغه مجموعة من الأسئلة هيرد عليها. الـ approach ده approach متبع بناس كتيرة جدا بيمارسوا الـ
الالكتروفيسيولوجي والبيدياتريك كارديولوجي، ان انا دي التسع اسئله اللي عايزه اطلع منها لما اجي ابص على الاي سي جي بتاع العيان. اول حاجه عايزه اشوف الريت والريجولاريتي بتاعه الاي سي جي ده اخبارها ايه، عايزه احدد الريذم، وات از ذا ريذم اوف ذا بيشنت، الكارديك اكسس وهنعرف يعني ايه دلوقتي، البي ويف مورفولوجي، البي ار انترفال، الكيو ار اس كومبلكس، الاس تي سيجمنت، التي ويف مورفولوجي اند ذا كوركتد كيو تي. لو انا مشيت بالسيكونس ده، rate regularity, rhythm, cardiac axis, P wave morphology, PR interval, QRS, ST, T, corrected QT, التسع items دول if I cover them يبقى انا كده جاهز ان انا اطلع report عن ECG ده وبقى طلعت كل المعلومات اللي ممكن تطلع منه. اول حاجة معلومات قديمة جدا خدناها 100 مرة وسمعناها 100 مرة، الريت بتاعنا في البيدياتريكس لو انا بتكلم في adult هتلاقينا دايما بنقول الارقام واحدة من 60%، لكن بالنسبة للأطفال الأرقام بتختلف جداً حسب عمر العيان. The patient's age is a very important and critical factor. لما أنا أبص على ECG لو حد مديهولي I have to ask how old is this patient، لأن rate norms بتختلف جداً according to the age of the patient. If the patient is a newborn يبقى norms بتاعتنا من 100 ل 140، وكل ما بنكبر كل ما الهارت ريتس بتاعتنا بتقل. At the age of 2 years بنبقى 85 to 130، عند سن 4 سنين بنبقى 75 to 120، سن 6 سنين بنبقى 65 to 110، older than 6 years بنبقى زي الادلت نمبرز العاديه اللي هي من 60 to 100. The heart rate of the pediatric patient مش بس بيختلف بالسن، بيختلف زي اي حد تاني الستاتس. وانا بعمل الاي سي جي ساعات مثلا بعمل الاي سي جي يبقى العيان كان بيعيط، he was crying, the patient was sleeping, the patient was awake. دي حاجات كلها that I have to bear in mind and I should consider that this is an important influencer regarding the heart rate and should not judge the patient. لو العيان مثلا بيعيط قوي والهارت ريت بتاعه 170 180، يبقى انا احاول اهديه واحاول استنى لما يهدي عشان اعرف احكم عليه صح. طبعا كلنا عارفين ان الفيفر is an integral factor في موضوع الهارت ريت، ان every single degree centigrade but increase the heart rate by 10 to 15 beats per minute. فif the patient is feverish you have to put this into consideration. يبقى أول سؤال بجاوب عليه هو الريت. قبل ما أبص على الريت لازم أعرف النورمز، أنا عرفت العيان ده سنه قد إيه عشان أنا عارف أنا what is the normal for this age group. طيب لو عشان أحسب الهارت ريت لازم أشوف لو العيان ده الهارت ماشي بتاعه regular ولا irregular. لو regular the calculation of the heart rate is very easy. I can divide 300 by the number of the large boxes between two successive QRS complexes أو 1500 by the number of the small boxes. يعني أدينا شايفين الـ ECG أهو. This is a QRS complex followed by another one. This patient has a regular heart. It is very regular. المسافات ما بين الـ QRS complexes وبعضيها are nearly the same. فthis is a regular heart. أقدر أحسب الـ heart rate إزاي؟ إن أنا أعد عدد المربعات الصغيرة وأقسم 1500 divided by the number of small squares، أو إن أنا بقسم 300 divided by the number of the big squares. فيا إما 300 على 4 أو 1500 على 20 هيطلع العيان ده الـ heart rate بتاعه 75 and it is a regular heart. طيب if the patient has an irregular heart how can I calculate the heart rate من الـ ECG؟ برضو سهلة، هشوف 6 seconds جاي فيهم كام cardiac cycle وأضربهم by 10. هلاقي في أي ورقة ECG في العلامة أو السهم ده المسافة ما بينها وما بين السهم التاني is 3 seconds. هختار 6 seconds أعد فيهم عدد cardiac cycles كان قد إيه and then I multiply this number by 10 ويطلع لي في الآخر the heart rate of the patient. لو أنا مش لاقي 3 seconds دول أو لأي ECG مش شايف فيه العلامة دي يبقى أنا ممكن أعد عدد cardiac cycles اللي جاية in 30 large boxes ويبقى أنا كده عرفت إن أضرب بعد كده by 10. This means إن أنا عرفت عدد cardiac cycles اللي جات in 6 seconds علشان أعرف beats per minute بضربها by 10. يبقى أنا أول معلومة برد عليها من ECG is the calculation of the heart rate and this is very important. I need to know if my patient is bradycardic, if my patient is tachycardic. فلازم أعرف what are the norms. The norms vary according to mainly the age of the patient and if there are any other physical factors, if the patient is sleeping, if the patient is crying, is awake, is feverish, these are things to put into consideration. غير كده, we have to know the norms according to the age group of the patient. تاني سؤال is the cardiac rhythm. This is very important.
لو هننسى حاجات كتيره جدا في المحاضره دي، الجزء بتاع الكارديك ريزم ده مش عايزين ننساه، لان احنا زي ما قلنا في ادفانسز كتيره جدا حصلت ان دي كارديك دايجنوزز of so many things. يعني الإيكوكارديوغرافي و3D إيكو والأدفانسز الكتيرة جداً اللي حصلت in the cardiac imaging techniques over the past few years بتجاوب على أسئلة كتيرة جداً regarding the cardiac structure. لكن لا يزال الـ ECG is nearly the only method that I can diagnose بيها the cardiac rhythm. وبالتالي cardiac rhythm is very important to know إن أنا حجاوب عليه من الـ ECG ومن الـ ECG بس. فthis is very important. طيب normal pacemaker موجود فين؟ زي ما احنا عارفين موجود في right atrium. This is the sinoatrial node. It will discharge the impulses عشان تعدي through the bundle of his, through the AV node and bundle and to the bundle of his and it depolarizes the entire ventricles. But this is very important in the impulse. أنا عندي pacemaker واحد، أنا عندي maestro واحد that is controlling the heart and it is the sinoatrial node. وطريقة the discharge of the impulse from the sinoatrial node to depolarize the entire heart بتأدي إلى المنظر السليم بتاع sinus rhythm. طيب sinus rhythm دي ليها كريتيريا مهمة جدا. أول حاجة إن P wave، P wave دي اللي بتمثل atrial depolarization is upright in lead 2 and it is inverted in AVR. This is very important to know and to check. تاني حاجة إن كل QRS interval جاي قبليها P wave وإن PR interval is not changing. This is important. إن أنا كل QRS interval عندي جاي قبليها P wave with a constant PR interval, it is not changing. وإن sinus rate limit is respected. يعني إيه؟ يعني sinus node D has the ability to discharge a certain number of impulses. لو لقيت الكريتيريا دي كلها موجودة لكن الهارت هي 270, this is not a sinus rhythm. فالسينس ريثم معناها ان the sinus node is respected. الريت بتاعها او قدرتها على discharge is respected. عندنا في neonates السينس ما تقدرش تطلع اكتر من 250 beats per minute and in older children ما تقدرش تطلع اكتر من 220 beats per minute. لو كل الكريتيريا دي fulfilled يبقى this patient is in a sinus rhythm and this is a very important piece of information to conclude from the ECG. بص على ECG ده مع بعض. زي ما اتفقنا اول كريتيريا في السينس ريثم هي ان العيان عنده البي ويف از ابرايت اهي ابرايت ات از بوزيتيف ان ليد 2 اند ات از نيجاتيف ان ليد اي في ار. ذس از امبورتنت. تاني كريتيريا عندنا ان كل كيو ار اس كومبلكس جاي قبليها بي ويف. ادي كل كيو ار اس كومبلكس لو بصينا ان اول ذا ليدز ممكن اختار ليد واحده واركز عليها لو هي مثلا ليد 2 يبقى قبل كل كيو ار اس كومبلكس جاي قبليها بي ويف واضحه. زي ما احنا شايفين الـ PR interval which means the distance ما بين the beginning of the P to the beginning of the QRS is constant. Each QRS interval is preceded by a P wave with an unchanging PR interval. And the sinus rate limit بتاعنا is respected. This patient is definitely has a heart rate that is less than 250 or 220 لو اعتبرنا ان هو he's an older child. وعشان كده كل الكريتيريا بتاعت السينس ريتم are fulfilled. فيبقى انا لما ببص على الـ ECG ده بعد ما كملت calculation الهارت ريت تاني حاجة هبص عليها the cardiac rhythm and I will conclude that this patient does have or is in sinus rhythm. طيب كل الكريتيريا انها مهمة. بص على العيان ده he has a positive P wave in lead 2, he has a negative P wave in AVR. Definitely ال rate limit بتاعه محترم جدا اقل من 250. Sinus rate is respected. كل QRS complex مش كلها قبليها P wave. ولو خدنا بالنا ان P waves اهي جايه with very different PR intervals وبالتالي لازم اتاكد ان كل الكريتيريا موجوده علشان اقدر احكم ان العيان ده is in a sinus rhythm. مش كفايه يكون عندي 2 out of 3، لازم يكون all these criteria are fulfilled عشان اقدر اقول ان العيان بتاعي is in a normal sinus rhythm. This is in a patient, this is a patient with a degree of heart block ولو second degree heart block او Mabit type 2. فده معناه ان عنده variable or changing PR intervals with gradual prolongation for this patient is not in a normal sinus rhythm. يبقى تاني سؤال جاوبته and it is very important ان انا اعرف ان the ECG is nearly the only reliable method to answer this question. هل العيان ده is in sinus rhythm ولا لا؟ This is very important. انا بجاوب عليها ازاي؟ بشوف كل الاسئله او كل الكرايتيريا بتاعت السينس ريتم بتجاوب عليها في الاي سي جي بتاعي ولا لا. Upright P in lead 2 negative in AVR. Each QRS complex is preceded by a P wave and the constant PR interval is extremely important. The sinus rate is respected. بنتكلم في 250 beats per minute in units.
220 in the older children. ثالث حاجة هجاوب عليها من الـ ECG is the cardiac axis. يعني إيه الـ cardiac axis؟ الـ cardiac axis it refers to the main direction of the wave of ventricular depolarization in the vertical plane. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البلك بتاع الـ cardiac muscle موجود فين؟ الطبيعي أو the normal position of the heart. لو أنا بقول إن العيان الـ heart بتاعه موجود with the normal position, المفروض الـ cardiac axis يكون بيشاور somewhere ما بين 30 و 90 في الحتة دي. ما بين negative 30 و 90, this is very important إن أنا يكون عندي الـ axis في المنطقة دي. This is a basic measurement that should be done on every ECG لأنها بتطلع لي معلومات مهمة. لو أنا عندي this is the normal معناها إن أنا الـ heart بتاعي is in the normal position بتاعه, الـ cardiac muscle برنت موجود في المساحة الطبيعية بتاعته, معناها إن الـ cardiac axis is between negative 30 إلى positive 90. لو أنا بصيت على دول ده معناها إن lead AVL وlead 1 الاثنين are positive. They are الـ AVF والـ AVF اللي هنا وlead 1 هما الاثنين are positive. This means that the patient has a normal cardiac axis. طيب لو lead AVF دي اللي هي هنا, لو الهارت مسل, لو الكارديك مسل دي اتحركت بقت hypertrophied, بقت في مشكلة ناحية الـ left that is pushing it towards the left side of the left axis deviation, هنلاقي الـ AVF بقت negative and the lead 1 بقت more positive. فthis means لو أنا لقيت lead 1 positive and lead AVF is negative, this is a patient who has a left axis deviation. هلاقي الـ axis بتاعه بقى في المساحة دي. طيب لو القلب بتاع العيان ده بقى عنده الـ cardiac muscle بتاعه pushing it more towards the right side, towards the right axis deviation, this means that this AVF becomes more positive and lead 1 becomes negative. This is a patient with the right axis deviation. طبعا الـ extreme axis deviation هما الاثنين يبقوا negative is extremely rare, وهنتكلم دلوقتي في الأسباب. لكن مهم ببصة سريعة جدا لما باجي أبص على الـ ECG ما انساش أبص على lead 1 و AVF, دول أطمن إن الـ cardiac axis بتاعي normal. لو لقيت إن الـ cardiac axis بتاعي مش normal, I can refer the patient to do more sophisticated imaging. ممكن أعمل له echocardiography طبعاً علشان أتأكد why is the patient suffering from an abnormal cardiac axis. يبقى the normal cardiac axis, having the normal cardiac position inside the chest and having the normal cardiac muscle brunt متوزعة بالطريقة المظبوطة, the left ventricular mass and the right ventricular mass are in the normal ratios, يبقى الطبيعي أن يكون cardiac axis بتاعي ما بين positive 90 وما بين negative 30. لو أنا عندي حاجة خلت the left ventricular mass تزيد وتخلي the left axis deviation يحصل, يبقى أنا هلاقي أن الـ AVF بقت more negative and lead 1 بقت more positive. ولو لقيت العكس يبقى أنا عندي right axis deviation, حاجة خلت الهارت يلف more towards the right side. شايفين المنظر؟ This is a patient الطبيعي كان يبقى في المنطقة دي. This is the normal cardiac axis. علشان يلف ناحية the left side بقى عنده left axis deviation. This means إن the patient has lead 1 is positive, lead AVF is negative. وأسباب الـ left axis deviation أهمها وعلى رأسها الـ left ventricular hypertrophy, الـ endocardial cushion defects أو الـ complete AV canals, وبنشوفها طبعاً مع عيانين الـ down كتير, بعض أنواع الـ pre-excitation, ولو العيان عنده MI. أنا مش هتكلم النهاردة خالص على myocardial ischemia لأنها it is not that common in children, لكن طبعاً it's a science in its own. لو العيان عنده inferior wall MI هلاقي فيه left axis deviation. طيب نبص على الـ ECG ده. This ECG is a patient who has a negative QRS complex in lead 1 and a positive AVF complex. This is important علشان ده معناه إن العيان ده عنده a right axis deviation. الهارت بتاعه بدأ يلف ناحية اليمين, بقى lead 1 is more negative and the AVF is more positive. بشوفها فين؟ بشوفها mainly في right ventricular hypertrophy. بشوفها في العينين اللي عندهم volume overload أو strain pattern على الـ right ventricle. علشان كده الـ ECG is part of the assessment. عيان مثلا عنده ASD وأنا شايفاه بالإيكو إنه عنده right ventricular dilatation وعايزة أشوف إذا كان how urgent it is. A part of the assessment أو of the urgency of closure of the ASD is doing an ECG عشان أشوف هل في right ventricular strain pattern, هل العين ده بدأ يجيله right axis deviation ولا لا. نفس الكلام بالنسبة لعينين pulmonary stenosis, وبالتالي العيان ممكن يكون عنده متشخص الـ structural problem بتاعته عن طريق الـ echo, لكن في الـ decision making الـ ECG بيكمل الصورة.
بيقول لي هل العيان ده عنده right ventricular strain؟ هل بدأ يحصل له right axis deviation؟ هل العيان ده بدأ يجيله right ventricular volume overload؟ باين جدا بالاي سي جي، ده هيساعدني ان انا اخد القرار لو انا واقفه بوردر لاين ومش عارفه انترفنت يعني اعمل انترفنشن العيان ده دلوقتي ولا استنى. يبقى ثالث معلومه خدناها من الاي سي جي از ذا كارديك اكسس، والاجابه عليها سهله، ان انا ببص على ليد 1 وعلى ليد اي في اف اشوف الكيو ار اس كومبلكس، لو بوزيتيف في الاثنين يبقى ذس بيشنت هاز ا نورمال اكسس، لو ليد 1 بس هي اللي بوزيتيف وAVF في اف بتاعنا نيجاتيف يبقى this is a patient with a left axis deviation، واتفقنا على اسبابها اهمها left ventricular hypertrophy والendocardial cushion defects اللي بنشوفها في العيانين الداون. lead 1 negative والAVF positive دول عيانين عندهم right axis deviation، معناها right ventricular hypertrophy، معناها right ventricular strain. طيب في نقطه مهمه عايزه افكركم بيها، ان neonates لغايه عمر 6 شهور بنلاقي دايما ممكن نشوف فيهم normally right axis deviation، وبالتالي it is important to know the age of the patient when you're assessing the ECG. لأن احنا لو نفتكر العيانين بيتولدوا with the right ventricular dominance، مهم قوي right ventricular dominance ده بيحصل ليه؟ نتيجة changes in the fetal circulation بتاعت العيان، وبالرغم من ان بالإكو right ventricle they revert to its normal size much sooner than the changes that we see with the ECG. يعني انا ممكن اشوف right axis deviation for some months بعد ما يكون right ventricular pattern on the echocardiography رجع normal. أنا بقول الكلام ده عشان لو حد فينا شاف right axis deviation in an innate لازم يتأكد إن this it might be a completely normal finding. طيب ال extreme axis deviation معناها إن lead 1 و AVF الاثنين negative، والحقيقة دي بنشوفها أكتر مع ال electrolyte imbalance وبنشوفها أكتر مع الإمفيزيما. It is very rare to see this in children. In children we usually see either normal left or right. طيب احنا كده جاوبنا على ثلاث اسئله، جاوبنا على الريت والريجولاريتي، جاوبنا على الريتم، وقلنا الريتم مهم جدا because you might not get any information about the rhythm الا من الاي سي جي، وثالث سؤال جاوبنا عليه هو الكارديك اكسس. الحاجات دي عملناها ببساطه ان انا عرفت السكيم اللي همشي عليه، بصيت على ليد 2 واي في ار عشان اشوف البي ويف بتاعتي الاكسس بتاعها كان اخباره ايه، لو هي بوزيتيف ان ليد 2 اند نيجاتيف ان اي في ار this is one of the most important criteria of the sinus rhythm. اتأكدت ان قبل كل كيو ار اس كومبلكس في بي ويف وان البي ار انترفال بتاعتي ثابته، ده معناه ان العيان ده عنده ساينس ريتم بشرط ان الريت اللي انا حسبته يكون within the sinus rate limit. تاني حاجه بصيت عليها في الاي سي جي اني بصيت على ليد 1 وعلى ليد اي بي ال عشان اتاكد من الكارديك اكسس بتاعي زي ما قلنا. طيب بصوا كده على الرسمه دي، الرسمه دي بتوضح لنا بقى الانترفلز اللي هنتكلم فيها شويه. البي ار انترفال اللي بتبتدي من بدايه البي لبدايه الكيو ار اس، الـ P wave أخبارها إيه؟ الـ QRS complex عاملة إزاي؟ الـ ST segment، هنتكلم كمان على الـ QT interval. الـ QRS duration is one of the important things. خلينا نمشي sequential زي ما اتفقنا ونبص على رابع حاجة اللي هي الـ P wave. أول حاجة في الـ P wave معلومة already قلناها، قلنا إن الـ P wave axis أو الـ direction of the P wave هيديني فكرة على الـ atrial depolarization vector. يعني مهم جدا إن أنا أتأكد تاني إن الـ P wave is positive in lead 2 and it is negative in AVR، لأن ده لو متحقق معناها إن the sinus node هي the pacemaker of the heart. طيب هل ممكن يبقى العيان عنده the sinus node هو the pacemaker of the heart لكن ما يكونش the P wave axis بتاعتنا في الاتجاه المظبوط؟ بيبقى نشوفهم في عينين الدكستروكارديا. عيان الدكستروكارديا بالذات اللي عندهم طبعا السيتس انفيرسس ممكن يبقى البي ويف اكسس بتاعهم معكوس، لكن ستيل ذا بيشنت از ان ساينس ريذم اند ذس از ذا اونلي اكسبشن ليه البي ويف ممكن تبقى انفيرتد ان اي في ار و انفيرتد ان بي 2 بوزيتيف ان اي في ار ويكون العيان عنده ذا ساينس نود هو البيس ميكر بتاعه. طيب تاني حاجه ببص عليها البي ويف امبليتيود. ارتفاع البي ويف از فيري امبورتنت، يعني الطبيعي بتاعنا الارتفاع يكون من 1.5 ل 3 ملم. This is the normal height of the P wave أو the normal amplitude of the P wave. لو لقينا ال P wave أطول من كده يبقى this is a patient with a P pulmonal. P pulmonal معناها إن العيان ده عنده a right atrial enlargement. طيب زي ما احنا شايفين اهي في الصورة دي بتاعت الـ ECG this is the normal P wave. الطبيعي بتاعنا ما يعديش الثلاث مربعات صغيرين، لكن العيان ده عنده خمس مربعات صغيرين. This means that the patient has P pulmonal. P pulmonal جاية من اسمها pulmonal معناها right، معناها right atrial enlargement. طيب الـ width بتاعنا المفروض انه ما يزيدش عن مربعين صغيرين. Two small squares is the maximum allowed width of a normal P wave. If we get it more than that معناها ان العيان ده عنده حاجة اسمها P mitral which is denoting a left atrial enlargement.
يبقى أنا تاني حاجة أو رابع حاجة ببص عليها هي البي ويف. ونفتكر إن البي ويف من الليدز الكويسة جدا اللي أقدر أحكم بيها على البي ويف هي ليد 2. ليد 2 is the very clear P wave، وبالتالي في معظم الأحوال لما باجي أقيس الـ P wave بقيسها in lead 2 on the ECG. طيب الـ PR interval دي مهمة. إيه هي الـ PR interval؟ الـ PR interval دي من بداية الـ P لبداية الـ QRS. طيب what does it denote؟ It denotes the time it takes for the impulse to travel from the sinus node عشان تبتدي تعمل الـ depolarization of the QRS complex. This is very important. دي معناها إنها بتقيس لي الـ AV conduction time. عايزة تقول لي إن الـ conduction time بتاع العين ده كويس أو الـ conduction time بتاع العين ده بطيء، ببص على سرعة الـ PR interval. برضو تاني لأن الـ P wave بتبان بطريقة كويسة جدا indeed too it's a very clear lead to see the P waves. It is always very important to see the PR interval، ممكن أحكم عليها كويس جدا indeed too. طيب الـ PR interval بتاعتي الطبيعية المسافة بتاعتها is from 3 to 5 small squares. This is يعني the normal PR interval. هل في أسباب تخلي PR interval تطول؟ أيوة، وفي أسباب بتخلي PR interval بتاعتي تقصر. يبقى مهم جدا number 5 في ECG بحكم عليه is the PR interval. أخبرنا إيه؟ It is measured from the beginning of the P wave to the onset of the QRS. It measures the AV conduction time. The PR interval ببص عليها indeed 2 ومفروض تكون 3 to 5 small squares. طب تعال نشوف لو الـ PR interval بتاعتنا بقت أطول. بصوا على العيان ده، ودايما بنختار هي lead 2. هنبتدي من بداية الـ P لبداية الـ QRS. This patient تقريبا عنده 7 small squares. This means that he has a short PR interval. It means that this patient, it is taking longer time for the impulse to be conducted from the sinus node to depolarize the QRS complex. This means that the patient has a slow conduction system. بنشوفها فين الـ prolonged PR interval؟ بنشوفها مع العيان عندهم viral myocarditis، اللي عندهم rheumatic myocarditis، اللي بياخدوا لانوكسن، بياخدوا انا كاتبه ديجيتالس توكسيستي، وساعات بنشوفها كديجيتالس افكت كمان في الهايبركاليميا وبعض الكونجنتال هارت ديزيزز، اهمها الابشتاين انوميلي والاندوكارديال كوشن ديفكت. ومعلومه برضو ممكن نقول ان البي ار انترفل is sometimes seen as a physiological finding. يعني ممكن ساعات العيان يبقى عنده first degree heart block أو اللي هي prolonged PR interval وتبقى حاجة physiological ما عندوش أي حاجة تانية. لكن this patient needs to be investigated. يعني لما نشوف العيان اللي عنده PR interval أكيد هنعمله cardiac enzymes، نتأكد إنه ما عندوش myocarditis، ناخد history كويس إنه ما عندوش ما بيخدش digitalis، نحلل serum potassium level بتاعه ونتأكد إنه ما عندوش rheumatic myocarditis. فيبقى الـ PR interval دي خامس حاجة ببص عليها على الـ ECG من بداية الـ P لبداية الـ QRS. This means that the patient has a poor or a slow conduction system. طيب short PR interval اللي بيحصل يعني إيه؟ يعني الـ impulse اتنقلت أسرع من اللي احنا متعودين عليه، المفروض إنها تاخد 3 to 5 small squares، لا دي اتنقلت بسرعة جدا، خدت 2 مربعات بس. طبعا أشهر سبب by far the most common is the pre-excitation، اللي احنا بنعرفها اشهرهم اشهر انواع البري اكسايتيشن في الاطفال هو الولف باركنسون وايت. ده عيان عنده اكسسوري باث واي هنشرحه بالتفصيل كمان شويه صغيره، معناه ان الامبلس ما بقتش بتعتمد في الكوندكشن بتاعها بس على ذا نورمال اي في كوندكشن، لا ده انا عندي كمان ان اكسترا اكسسوري باث واي نقلت لي الامبلس من الاتريا للفنتريكلز ان ا ماتش مور رابيد واي. وبالتالي it is very important to remember ان البري اكسايتيشن ذات وي سي in the wolf parkinson white syndrome بيؤدي الى short pr interval بتاعي. طيب الفاريبل، طيب انا متاسفه جدا، الفاريبل pr interval بتاعتي بتحصل in وينكباخ فينومينا، معناها this means this is the muppets type 1 عمال يتغير. يعني ايه؟ يعني ال p wave ال av conduction system is not very dependable. ال pr interval ال av conduction system عماله تضعف، وبالتالي الـ PR interval في الأول بتبقى قصيرة، وبعدين بتطول، وبعدين بتطول، وبعدين impulse ما بتتنقلش، ترجع recover its function تاني، وهكذا. This is a patient who has a gradual prolongation of the PR interval. By the end of this presentation, we will see an ECG for the Mohamed's type 1. يبقى تاني أنا بحب أراجع كل شوية عشان نفتكر، لما بمسك الورقة بتاعت الـ ECG، بصيت في الأول خالص على rate regularity، بصيت على cardiac rhythm، بصيت على cardiac axis، الثلاث معلومات دول مهمين. وبعدين هبتدي ابص بقى على الويفز اند انترفلز.
اول حاجه بصيت عليها هي البي ويف. البي ويف مهمه، الاكسس بتاعها بيقول لي انا في ساينس ريذم ولا لا، والديوريشن والامبليتيود بتاعها مهم جدا عشان بتقول لي هل عندي رايت او لفت اتريال انلارجمنت ولا لا. وبعدين بصيت على البي ار انترفل اللي بتقول لي كوندكشن اوف ذا امبلس اخبارها ايه. لو الكوندكشن بتاع الامبلس بتاعتي نورمال يبقى انا عندي البي ار انترفل بتاعتي من 3 تو 5 سمول سكويرز. لو انا لقيت ال 3 تو 5 سمول سكويرز دول اطول معناها ان there is a poor conduction، العيان ده عنده first degree heart block. لو لقيت ان العيان ده قصيرة يبقى ده عيان عنده an accessory pathway، في الغالب عنده wolf parkinson white syndrome. ال variability of the PR interval بتقولي ان انا عندي حاجة شبه ال اللي هي first degree او ال morbid type 1 اللي هو second degree heart block، هنتكلم عليه كمان شوي. طيب خلصنا ال atrial representation on the ECG. Let's move on to the ventricular depolarization اللي بتعمل لي the QRS. طيب the Q wave is normally produced by the depolarization of the septum. The R wave is by the depolarization of both ventricles. And the S wave is by the depolarization of the base of the right ventricle. The QRS interval عندنا بتريبريزنت the ventricular depolarization time. It is measured from the beginning of the first appearing Q wave or the R wave to the end of the last appearing S wave. يبقى ال QRS interval represents the ventricular depolarization time. It is measured from the beginning of the first appearing Q or the R wave to the end of the last appearing S wave. تعالوا نشوف ال QRS duration ايه النورمال بتاعها. مهم ان انا اعرف ال QRS duration بتاعتنا بتختلف على حسب عمر العيان برضو. في الاول عندنا ال QRS duration دي في عمر شهر معناها ممكن تكون حوالي 50 ملي سكند، بتطول لغايه ما توصل ل 80 في الادلت. لو بصيتوا على ال ECG ده this is a patient with a wide QRS complex. في دبانه غلسه قوي معايا معلش سوري مش عارفه ليه كده. طيب ال QRS complex الواسعه دي بتدنوت ايه؟ بتدنوت شويه حاجات مهمه جدا. أول حاجة ممكن تكون bundle branch block، هنتكلم عليها كمان شوية. ممكن تكون pre-excitation زي ما قلنا WPW، معناها إن الإمبلس اتنقلت بطريقة أسرع along the accessory pathway والconduction system، وفي نفس الوقت عملت depolarization للventricle من خلال اتجاهين، فبالتالي QRS complex بتاعت العيان بقت واسعة، فدي بنسميها the pre-excitation conditions. عندي حاجة مهمة قوي اسمها the intra ventricular block اللي بنشوفها مع dilated cardiomyopathy، وعندنا كمان ال ventricular arrhythmias. دي حاجات بتخلي ال QRS complex بتاعتي واسعة شوية. طيب عايزين نقول معلومة مهمة جدا very practical. لو أنا شايف مسافة ما بين ال upstroke بتاع ال QRS وال downstroke بتاع ال QRS this is a patient with a wide QRS complex. يعني المفروض ما شوفش مسافة يكون ال upstroke وال downstroke لازقين في بعض، ده معناه ان this patient has a normal QRS duration. لو انا شايف مسافه زي اللي انا شايفها على الاي سي جي دي، ده معناها ان العيان المسافه الكبيره دي معناها ان العيان ده عنده intraventricular conduction delay، بنشوفها مثلا في عيانين الدايريتد كارديوميوباثي، او ان العيان ده عنده pre excitation syndrome زي WPW، او ان العيان ده عنده ventricular arrhythmia زي البي في سيز والحاجات دي اللي هنشوفها كمان شويه، او العيان ده عنده bundle branch block. ف it is important ان انا اتاكد من الكيو ار اس مورفولوجي بتاعتي. اول حاجه بحكم عليها از ذا كيو ار اس ديوريشن بالارقام. في الاول العيان المفروض يكون 50 ملي سكند، وبعدين يقعد جرادولي بروجريس لغايه ما يوصل ل 80 ملي سكند ان ذا ادلت نمبرز. وبفكركم تاني ان انا اقول الكيو ار اس ديوريشن ده منين. ده بيتقاس من بدايه الكيو لنهايه الاس. اول ما الاس الاقيها رجعت ايزولكتريك يبقى ذيس از ذا اند اوف ذا اس and this is the beginning of the Q. فال QRS duration this is the measurement بتاعتها بتبقى بالطريقه دي. وده بيمثل ايه؟ بيمثل الventricular depolarization. طيب ايه تاني معلومات ممكن اخدها من ال QRS complex؟ ال QRS complex ممكن اخد منه معلومات على الventricular hypertrophy. الventricular hypertrophy ده زي ما احنا شايفين احنا عندنا ممكن يكون يا اما طبعا رايت يا اما يكون ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. طب خلينا نتكلم الاول على الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. لو انا بصيت على الاي سي جي وعايز اطلع منه معلومه على الرايت فنتريكولار هايبرتروفي، يبقى اول حاجه هشوفها هي الاكسس اوف ذا بيشنت.
الاكسس اوف ذا بيشنت لو لقيتوا رايت اكسس ديفيشن، فاكرين الاكسس اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، الرايت اكسس ديفيشن قلنا اهم سبب ليه هو الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. طب في طريقه من الكيو ار اس كومبلكسز او من الفولتج كرايتيريا بتاعتنا ان انا اطلع الرايت فنتريكولار هايبرتروفي؟ ايوه في. اول حاجه ان الار ويف بتاعتنا تكون طويله ان ذا رايت سايدد ليدز. نورمالي لو انا مش حاطه الفي 4 ار يبقى ذا اونلي رايت سايدد ليد از ذا في 1. هلاقي المفروض زي ما احنا شايفين هنا الار ويف بتاعت العيان دي طويله. It is a long or it is a prominent R wave in V1. تاني حاجة, it is a deep S wave. It is greater than the limits of the patient's age and موجودة في V6 and V5. يبقى الطبيعي إن V, إن في V5 و V6 ال S wave تكون صغيرة, والطبيعي إن V1 ال R wave بتاعتنا تكون صغيرة. لو أنا لقيت ال R wave بتاعتي في V1 كبيرة ولقيت ال S wave بتاعتي كبيرة في V5 و V6, this patient معناها عنده right ventricular hypertrophy. في ناس ما بتعتمدش على absolute numbers, بتبص بس على ال RS ratio. لو لقيت ان ال RS ratio يعني ال RS ratio كبيرة, ال R بالنسبة لل S كبيرة في V1 V2, this is a patient who has a right ventricular hypertrophy. ولو لقيتها انها صغيرة in V6, this is a patient برضو with RVH. تعالوا نبص على ال LVH. تاني هنحط الأول criteria هي left axis deviation اللي اتكلمنا عليها مع الأكسس. تاني حاجة هقولها هي ال voltages اللي هي التول R waves اللي موجودة في V5 و V6. ال R waves دي طبعا بتمثل ال left ventricle, فكونها تبقى كبيرة جدا كده ده معناها ان patient with a left ventricular hypertrophy. and لو انا بصيت على ال right sided leads اللي موجودة في V1, this is a patient with a deep S. وطبعا ال RS ratio مهمة ان انا الاقيها بقت قليلة in V1 و V2. طبعا زي ما قلت تاني ال ECG بقى فيه طرق أدق منه in the diagnosing of left and right ventricular hypertrophy. وعلشان كده ما بقناش بنقعد, زمان كنا بنقعد نقول جداول طويلة جدا على the absolute norms بتاعت ال R waves وال S waves اللي موجودة في V1 و2 و5 و6. V1 و V2 أو V1 بالذات بتمثل right ventricle, وبالتالي لو لقيت فيها ال R كبيرة جدا وال S صغيرة, this means that the patient has a right ventricular hypertrophy. ال V5 و V6 بيمثلوا ال left ventricle, وبالتالي لو لقيت ال R فيها كبار جدا وال S فيهم صغيرين, يبقى this is a patient with a left ventricular hypertrophy. وده كلها clues. لو انا لقيت كله كبير يبقى ده عيان عنده biventricular hypertrophy زي بنشوفها في dilated cardiomyopathy. لو لقيت ال left ventricular hypertrophy بس يبقى انا بفكر في حاجات زي left right shunts. لو انا لقيت مثلا ال right ventricle هي الكبيرة يبقى بفكر في حاجات زي ال ASD, او بفكر في عيان عنده endocardial cursion defect, او عيان عنده pulmonary stenosis. ف this is not a conclusive clue, لكن definitely it is important ان انا احكم على ال left ventricular او right ventricular size اللي موجودة على ال ECG. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني برضو, انا يعني موضوع ان انا بتكلم مع نفسي قدام الكمبيوتر ده بيخليني ساعات احس ان انتوا اكيد سرحتوا وانا مش حاسة. فبليز اللي عنده سؤال يقول لي, واللي عنده اعتراض على اي حاجة يبعت للدكتور محمد هيقول لي. لو انا ماشية بسرعة او بطيء يعني خلينا نحاول بشوية انتراكشن عشان خايفة انتوا تناموا مني وخايفة ان انا كمان اسرح منكم شوية. طيب بصراحة يا دكتورة رانيا لغاية دلوقتي حاجة قمة الروعة والله. طب والله الاسلوب شيق, وانا نفسي مركز قوي مع حضرتك. طب والله كويس انك لسه موجود, يعني بتمنى ما يكونش الموضوع يزهق ولا ممل. وحضرتك برضو احنا مع بعض, يعني لو في اي حاجه تحتاج توضيح يا ريت حضرتك تنبهني ان شاء الله. والناس معانا بتبعت برضو الاسئله هبقولها لحضرتك ان شاء الله. خلاص ان شاء الله احنا قربنا نخلص الجزء بتاع نورمال اي سي جي وممكن ناخد بريك للاسئله باذن الله. ماشي اتفضلي ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم على الاس تي سيجمنت بقى. يبقى احنا دلوقتي تاني بالنسبه للويفز اند انترفلز, بدانا بالحاجات اللي بتمثل الاي تي اللي هي البي ويف والبي ار انترفل, وبعدين اتكلمنا على الكيو ار اس. ومن الكيو ار اس خدنا معلومات مهمه جدا على الديوريشن بتاعها وعلى الفولتج كرايتيريا بتاعه الكيو ار اس كومبلكس. This is extremely important لو انا عايزه اعمل سكريننج للعيان بتاعي قبل ما ابعته يعمل اكو عشان احكم على العيان ده نورمال ولا لا. دي حاجات كلها بحكم عليها من خلال الاي سي جي. طب تعالوا نبص على الاس تي سيجمنت. الاس تي سيجمنت الطبيعيه بتاعتنا از ايزو الكتريك. يعني ايه ايزو الكتريك؟ يعني على الاي سي جي هلاقيها على نفس المستوى بتاع التي بي دي. التي بي دي هي البيز لاين بتاعي اللي بحكم عليه. فانا بلاقي الاس تي سيجمنت والتي بي ار اون ذا سيم ليفل. This is a patient with an isoelectric ST segment which is normal.
احب اقول لكم ان انا ممكن الاقي variations of 1 millimeter up او down in the limb leads في الاس تي, وممكن الاقي 1 to 2 millimeter up او down في precordial leads, دي بعتبرها normal ما فيش مشكله. لكن شايفين المنظر بتاع الاس تي سيجمنت لما بيبقى elevated, this is really elevated ST segment. بنشوفها طبعا الحاجات دي, المناظر دي كلها بنشوفها مع المايكارديال اسكيميا اكتر من اي حاجه تانية. لكن it is important to know ان this is not normal, this marked elevation of the ST segment in relation to the TP. It is important to know ان this is an ST segment elevation that is significant, and this is an ST segment depression that is significant, لان انا بقيس بالTP بتاعتي. يبقى انا الطبيعي بتاعي ان الST segment يكون isoelectric. isoelectric معناها ان هو موجود على نفس الليفل بتاع TP interval. It is normally on the same level. We do allow elevations or depressions في limb leads up to 1 millimeter and in the precordial leads up to 2 millimeters ما بنعتبرهمش abnormal. الباثولوجيكال ST segment changes بنشوفها كتير جدا مع البيريكارديتس, لو العيان عنده myocardial ischemia او infarction, لو العيان عنده severe ventricular hypertrophy و ventricular strain, بيبتدي العيان مش بس يجيله بقى QRS voltage criteria, لا بيبتدي الST segment بتاعته تتأثر, and this is an important sign of strain. والديجيتاليس effect بيعمل pathological ST segment changes. تعالوا نبص على T-wave. T-wave دي معلومة مهمة جدا, من الحاجات اللي بتخلينا كpediatric ECG مختلفين تماما عن الادلت ECG. طيب ايه هي T-wave؟ اول حاجة ان بعد الاسبوع الاولاني T-waves become inverted. شايفين المنظر ده؟ This is very important. ودي لما adult cardiologists لو هم they are not aware ساعات بيتخضوا جدا على العيان, لان ده بالنسبه لنا ممكن يكون sign of ischemia in older age groups. لكن بالنسبه لنا في الاطفال this is normal. شايفين منظر T wave؟ ادي lead 1 V2 V3 الثلاثه كلهم ال T wave بتاعتهم inverted. T wave بدات تتعدل in V4 and in V5 and in V6. طب حلو, what does this mean? This بنسميها juvenile T wave pattern. It is normal لغايه سن 18 سنه. T-wave inversion مش بس في V1 to V3, ممكن ألاقيها لغاية V5. لكن القاعدة المهمة إن once إن V بتاعتي T-wave ديت اتعدلت, ما ينفعش ترجع تتقلب تاني. بمعنى إن أنا لو لقيت V-wave بتاعتي دي هنا هو T كلهم هنا نيجاتيف ولسه نيجاتيف مثلا في V4, هنا بقت positive, ما ينفعش ترجع نيجاتيف هنا تاني. once إن T-wave اتعدلت, ما ينفعش اللي بعديها أو اللي more lateral ليها يكون inverted, ده يبقى strain pattern. لكن لو انا لقيت المنظر ده ان الليدز من V1 لغايه V5 حتى كلهم التي واي فيهم انفيرتد والوحيده اللي بوزيتيف فيهم V6, this is a normal juvenile T wave pattern, and this is one of the most important differences in the norms of the ECG وانا بفسر هل هو pediatric ولا an older age group. طيب نقطه ثانيه في التي ويف. التي ويف المفروض الطبيعي يكون عندها asymmetric shape. asymmetric shape يعني بتطلع slowly and then it descends very rapidly. فتلاقي البيك بتاعها is closer to the end of the wave. لكن لما بفقد الكريتيريا دي ولاقي التي ويف بقت very peaked بالمنظر ده, this is an important sign ان العيان ده عنده حاجه زي الهايبركاليميا. This is the most important cause of a tall peaked T wave. فالبيكت T waves اللي طويله قوي دي غالبا بتدنوت ان العيان ده عنده هايبركاليميا, وساعات بنشوفهم كتير جدا في عيانين الكرونيك رينال فيري لما بيتعمل لهم روتين اسسمنتس اوف ذير اي سي جيز بنلاقي كتير قوي منهم عندهم ذس تول بيكت تي ويف. يبقى انا بالنسبه للتي ويف قلت معلومتين مهمين جدا عايزين نفتكرهم. حاجه اسمها الجوفينايل تي ويف باترن. الجوفينايل تي ويف باترن اللي بتقول لي ان انا مسموح لي ان بيدياتريك اي سي جي يبقى عندي ان انفيرتد تي ويف انديد V1 لغايه V5, والبوزيتيف T wave ممكن تبقى بس في V6. This is normal in childhood من أول عمر أسبوع لغاية عمر 18 سنة بنسميها juvenile T wave pattern. ونفتكر الشرط الوحيد بتاعنا إن once T wave بقت positive ما ينفعش إن more lateral lead ترجع negative تاني, ولو رجعت negative تاني يبقى this is a sign of a strain pattern. النقطة المهمة اللي بعديها شكل T wave. T wave is not symmetrical. T wave عندها a gradual slow upstroke and a rapid downstroke. بمعنى البيك بتاعها موجود more towards the end of the wave. لو أنا لقيتها it's a tall peaked T wave, this is important. زي اللي أنا شايفاها قدامنا دي, this is very important, إن ده معناها إن العيان ده عنده hyperkalemia. ساعات بنشوفها في left ventricular volume overload, لكن actually the most important cause by far is the electrolyte imbalance or the hyperkalemia.
موضوع يهمنا جدا في الأطفال وهو الكيوتي انترفل. الكيوتي انترفل دي معناها it represents طبعا من بداية الكيو لنهاية التي وليها طريقة في الحساب هنشرحها حالا. It represents the electrical activation and the recovery of the ventricular myocardium. المشكلة انها بتختلف على حسب الهارت ريت, وعلشان كده البازت فورمولا اللي هنشرحها it abolished the effect of the heart rate عشان يبقى عندي رقم واحد هو ده النورمال بتاعة الكيوتي. It begins at the onset of the QRS complex and it terminates at the end of the T wave. طيب بنقيسها فين؟ المفروض ان انا بقيسها in lead 2, لكن لو لقيت ان lead 2 التي ويف حدودها مش واضحه I can resort لليد V5. زي ما احنا شايفين ان lead 2 دي واحده من اهم leads في الاي سي جي, بطلع منها معلومات مهمه جدا من ضمنها برضو الكيوتي انترفل. يبقى انا عندي الكيوتي انترفل اللي بيمثل electrical activation and recovery of the ventricular myocardium, بيبتدي مع بدايه الكيو ار اس وبيخلص مع نهايه التي, وطلع لنا بازت سنة 1920 فورمولا لسه بنستخدمها لغاية دلوقتي اللي بيقول إن الـ corrected QT interval بيقيس الـ QT وبيقسمها على الـ square root بتاعة الـ RR, وبالتالي أنا كده ما بقاش عندي effect لأن أنا خلاص لغيت الـ effect بتاع الـ heart rate. البازت فورمولا بتقول إن الـ corrected QT المفروض ما تزيدش عن 440 سكند. طيب تعالوا نقسم بقى, تعالوا نشوف إزاي اللي بيحصل. أنا بعد انا هنا this is the QT interval. المشكله اللي احنا كتير قوي ممكن يختلفوا فيها هي نهايه التي, فعملوا حاجه اسمها التانجنت ميثود. التانجنت ميثود ده مطلوب مننا نعمل ايه؟ نعمل نرسم البيز لاين بتاعه الاي سي جي اللي هي تي بي وواصله بالبي ار. This is the baseline انا رسمته اهو, وبعدين بالمسطره عملت خط كده نيمته علشان خاطر اخد التي ويف عليه. الجنكشن دي الجنكشن اوف ذا اند اوف ذا تي ويف تانجنت مع البيز لاين, This is the end of the تي ويف. ومن بداية الكيو لنهاية التي أنا this is the QT interval. من بداية الكيو لنهاية التي this is the QT interval. بعد عدد المربعات الصغيرة وبضربها في 0.04 عشان أطلع QT interval مدتها قد إيه. طيب غير كده بقسمها على إيه؟ بقسمها على الـ RR interval اللي قبليها. باخد من البيك بتاعة الـ R للبيك بتاعة الـ R اللي بعديها, بعد عدد المربعات الصغيرين اللي فيهم, بضربهم في 0.04, بطلع السكوير روت بتاعها وبقسم الكيو تي انترفل على السكوير روت بتاع الار ار وبطلع دي كيو تي انترفل كوركتد تطلع كام. المفروض ما تبقاش اكتر من 440 ملي سكند. This is the Bazet formula. طبعا في مساطر كتيرة قوي للاي سي جي. المساطر بتاعت الاي سي جي الكتيرة قوي بتوضح لنا, يعني بتسهل لنا طريقة الحساب دي لانها بتعتمد على الار ار انترفل. It is very important to use the ECG المساطر دي لو أنا مش قادر أحسب بالتفاصيل, لكن لازم دايما نفتكر إن the corrected QT interval measurement is extremely important في العيانين بتوع البيدياتريك ECG. طيب إيه اللي يخلي العيان بتاع ECG اللي يخلي العيان بتاعي يبقى عنده prolonged QT interval؟ طبعا عندنا مجموعة من السندرومز مهمة جدا اللي هي بنسميها congenital long QT corrected long QT, وفي حاجات تانية acquired. الacquired أهمها تكون drug related, حاجات زي عيان بياخد antibiotics, في حاجات مشهورة قوي زي الاريثروميسين والازيثروميسين, عيان بياخد antifungal therapy, عيان بياخد diuretics, بعض الantiarrhythmics, electrolyte imbalance, حاجات زي الhypokalemia والhypocalcemia والhypomagnesemia والcovid-19. الحقيقة إن اتعمل studies كتيرة اتنشرت في آخر شهرين, طبعا كل الناس نشرت كل حاجة عن الكوفيد, ومن ضمنها إنه بيعمل prolonged QT interval. ولو نفتكر إن إحنا كنا في بداية الكوفيد 19 كان في debate كبير جدا, هل العيانين ياخدوا anti-malarial drug اسمه بلاكينيل ولا ما ياخدوهوش, والاعتراض على البلاكينيل كان إنه بيعمل prolongation of the corrected QT interval. والأول كانوا ولقوا إن البلاكينيل في بعض الستاديز اللي بتاخد مع الكوفيد 19 إنه بيزود الانسيدنس of sudden cardiac death, وطبعا الميكانيزم of the sudden cardiac death in a patient taking plaquenil is through the prolongation of this corrected QT interval. ولقوا إن الكوفيد 19 per se من غير ما يكون العيان بياخد أي حاجة, الكوفيد 19 infection لوحدها بتخلي العيانين عندهم a long QT interval, وعلشان كده it is now not advisable إن أنا أستخدم بلاكينيل أو أي دواء تاني بيطول ال correct QT interval in a patient with COVID-19 من غير ما يكون عندي baseline ECG ويكون العيان ده under strict control of his anti-arrhythmic measurements. مقاسي long QT إنها ممكن العيان ده يpresent with unexplained fainting, syncope, العيان أغمى عليه لأن فجأة دخل في fatal arrhythmia وممكن يrecover منها.
طبعا الحاجات التروستات ديبوا والفنتريكولر فايبريليشن والسادن كارديك ديث، دي حاجات مهمه جدا علشان خاطر يعني يفتكرها ان اللونج كيو تي ممكن تتسبب فيها. طيب في نقطه مهمه، نقطه عايزه اقولها هنا، لما نفتكر لما كنا بنتكلم قبل كده في المحاضره برضو مع الايجيبشن اكاديمي اوف بيدياتريكس عن السينكوب، وقلنا ان the only important investigation to be done in the syncope is the 12 lead ECG، لان زي ما احنا شايفين اللونج كيو تي ممكن يبريزنت لينا with syncope، ولو ما تلحقش العيان ده هيخش في sudden cardiac death. ودي فرصه ان انا افكر كل الجنرال بيدياتريشنز اللي بيشوفوا عيانين السينكوب، please do not forget to do an ECG in these patients، لأن العيانين دول هيستفيدوا كتير جداً إن أنا أعمل 12 lead ECG أشخص الـ QT interval، لأن أنا زي ما أنتم شايفين الـ presentations بتاعت الـ prolongation of the QT interval قد تكون في الـ يعني المرة اللي بعديها ترساد توبوا أو ventricular fibrillation أو sudden cardiac death. طيب حاجة مهمة جداً إن بشوف عيانين كتير جايين لي بتشخيصات على الـ computer interpretation of the ECG، الى الان مفيش سوفت وير اتعمل يقدر يطلع لك اكيوريت كمبيوتر اسسمنت اوف ذا 12 ليد اي سي جي، ودايما لازم نراجع الاي سي جي انتربريتيشن بتاعنا عن طريق ان الكتروكارديوجرافي. قبل ما اختم الجزء ده من المحاضره عايز افكركم بمعلومه مهمه جدا، ان children are not small adults and this is never truer than when interpreting the ECG الحقيقه، يعني بمعنى ان الاي سي جي بتاع الاطفال مختلف شويه عن الاي سي جي بتاع الكبار. وبرضو المعلومة الأساسية اللي احنا عايزين نفتكرها هو ليه ده بيحصل، ده بيحصل نتيجة الرايت فنتريكولر دومينانس اللي العيان بيتولد فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلنا بعد سن 6 شهور everyone who's normal المفروض اللفت فنتريكل is significantly more dominant than the right فنتريكل. طيب الكلام ده مش مظبوط في أول 6 شهور من العمر، there is some form of right ventricular dominance وبيخلي عندي حاجات كتير تتفسر بالإي سي جي ده. يا زي ما نفتكر ان انا عندي رايت اكسس ديفيشن ممكن الاقي نورمال، نفتكر في البيدياتريك اي سي جي ان انا ممكن الاقي جوفينايل تي ويف باترن، ممكن الاقي دوميننت ار ويف ان في 1 ثاني نتيجه الرايت فنتريكولار دوميننس، الار اس ار داش باترن اللي موجود في الفي 1، الهارت ريت بتاع العيان ممكن الاقيه فوق ال 100، الريسبيراتوري ساينس اريثميا ذات از فيري سيجنيفيكانت باينه قوي في الشيلدرن اكتر حتى من الادلتس، الكيو تي ساعات بلاقيها اطول شويه ان انفنتس اقل من سن 6 شهور، ممكن الاقي كي ويفز في الانفير واللفت بريكورديال ليدز. خلينا نفتكر الحاجات اللي ريليتد اكتر للرايت فنتريكولار دوميننس، ان انا الاقي عند العيان ذا رايت اكسس ديفيشن، ان الاقي عنده بروميننت ار ويف ال في 1، ممكن الاقي في 1 في ار اس ار داش باترن، الحاجات دي كلها كومبليتلي نورمال، ممكن الاقي البي ار انترفال قصيره شويه. ليه؟ لان الهارت سايز از فيري سمول، ذا تايم ات تيكس فور ذا امبلس تو بي ترانسميتد فروم ذا ساينس نود تو ديبولارايز ذا فنتريكلز از shorter than in the older age group، ممكن الاقي الهارت ريت بتاع العيان ده very commonly اكتر من 100. انا كده خلصت اول جزء قبل ما نتكلم على الاريثميز، خلينا ناخد بريك. دكتور محمد حضرتك معانا؟ لو مش معانا انا ممكن ابص على الاسئله. ايوه مع حضرتك. احنا يعني متشكرين جدا على الجزء اللي فات ده، بصراحه رائع، واظن يعني طبعا انت شايف حضرتك الفيدباك اللي والكومنتس اللي موجوده عند حضرتك. احنا يعني مش هنقول ايات الشكر اللي موجوده لان دي يعني حاجه اساسيه بالنسبه لحضرتك. هناك بس بعض الاسئله اللي مطلوبه، فانا هستاذن حضرتك ان احنا هنجاوب الاسئله اللي في الجزء اللي فات ده، وبعدين هناخد بريك حوالي يعني 3 او 4 دقائق، هنقول وهنعرض فيديو عن البيديا ايجيت 3 دي فيرتشوال كونفرنس اللي ان شاء الله هيتعمل من 25 ل 27 نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. فهنبدا مع حضرتك الاسئله. من الاسئله اللي بتطرح نفسها او يعني امتى اطلب اي سي جي للاطفال، يعني امتى اطلب اي سي جي وين اوردر اي سي جي ان بيدياتريك. في بعض السيمتومز لما العيان يجي يشتكي لي بيها دكتور محمد يبقى لازم اتاكد ان العيان ده بارت اوف ذا اسسمنت بتاعه يكون الاي سي جي. اهمها طبعا زي ما لسه متفقين الفينتنج او السينكوب، العيان ده اغمى عليه يبقى لازم هعمل له اي سي جي، العيان ده بيجي له تشست بين لازم هيتعمل له اي سي جي، العيان عنده كارديك ديزيز يعني بيتابع نتيجه مثلا عنده اتري ريسبتور ديفكت او فنتريك ريسبتور ديفكت، يعني اني كارديك بيشنت الاي سي جي از بارت اوف ذا اسسمنت اوف ذا بيشنت اند ات هيلبس اس ميكينج انفورم ديسيجنز.
مهم ان انا اعمل اي سي جي لو العيان بيجي له بالبيتيشنز، العيان بيشتكي ان هو ساعات بيحس ان ضربات قلبه سريعه، لازم اعمل له اي سي جي اتاكد انه ما عندوش اكسسري باث واي او خلافه. ان ذا روتين اسسمنت اوف ا بيشنت او اوف ا تشايلد داخل يلعب رياضه، اتكلمنا في الموضوع ده، هنتكلم فيه ان شاء الله من خلال الايجيبشن اكاديمي اوف بيدياتريكس، موضوع مهم اللي هو انا عايزه اسس ان اثليت. من ضمن الاسسمنت بتاعه المهم ان انا اعمل له 12 ليد اي سي جي، اتاكد ان هو هي از نوت ات هاير ريسك اوف ديفلوبينج كارديك اريثميز ذان اذر بيشنتس، لان طبعا السبورتس بتحط على العيان ده ضغط وبتخلي تبين لو العيان ده عنده اريثمي عايش بيها وما كانتش متشخصه، يبقى لما يبتدي يلعب رياضه ممكن تبتدي تعمل له مشاكل. فال12 ليد اي سي جي الحقيقه از روتين اسسمنت ان في الطفل اللي هيلعب رياضه بشكل كومبيتيتيف او هيخش بطولات او الحاجات دي هيبقى عنده ستريس عنيف محتاج نطمن على قلبه. فبعض السيمتومز لو العيان ده بيجي له chest pain, syncope, palpitations، لو روتين assessment of a patient with a cardiac problem، وتالت سبب لو الطفل ده هيلعب رياضة. تمام، يمكن حضرتك تطرقتي بسرعة مباشرة للسؤال اللي بعد كده. السؤال بيقول حضرتك ان what is the reading in ECG prevents the child to play football or other exercise. تمام، طيب زي ما بقول ده موضوع كبير، بمعنى ان في بعض ان احنا عندنا الرياضات بتتقسم على حسب دي الايفكت بتاعها على القلب الى كاتيجوريز. في بعض الرياضات بنسميها كلاس 1A، الحاجات اللي زي اليوجا والحاجات اللي ما فيهاش ستريس، ده ما فيش اي اي سي جي فايندنج يمنع ان انا امارس الرياضات دي. لكن في رياضات بتمثل ستريس كبير، حاجات زي الفوتبول زي او الباسكت بول او الحاجات اللي فيها يعني موشن عالي قوي، ده لازم اتاكد ان العيان ده يكون عنده نورمال اي سي جي. الفايندنجز بتاعتنا لو انا عندي عيان عنده حاجه زي دبليو بي دبليو بسمح له بالفوتبول لكن ما بسمحلوش مثلا بالدايفنج او بالكومبيتيتيف سويمنج، لو العيان عنده حاجه زي بروجادا او زي اريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيز، العيانين دول بيتمنعوا من هم يمارسوا كل انواع الرياضات. ممكن يعني لو انت بتسال تحديدا الفوتبول، لو العيان عنده اريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيا ممنوع، لو العيان عنده بروجادا سيندروم ممنوع، في معظم الحاجات الثانيه ما بنمنعش الطفل انه يمارس الفوتبول تماما. طبعا الكونجنتال هارت ديزيز في حاجات كتير منها ممنوع الطفل يمارس معها فوتبول، لكن تحديدا على الاي سي جي لو انا بتكلم على اريثميز يبقى انا بتكلم على البروجادا والاريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيا، هنقولهم في الجزء الثاني من المحاضره ان شاء الله. تمام. برضو في سؤال من الدكتور كامل، معلش حتى لو هو بيزك بس معلش، بيطلب ازاي نعمل كاليبريشن. ازاي نعمل كاليبريشن؟ زي ما وضحت في اول المحاضره خالص، الكاليبريشن بيبقى طالع على الورقه بتاعه الاي سي جي. احنا كل مطلوب مننا نتاكد ان الكاليبريشن بتاعنا مظبوط، بمعنى ان الورقه ماشيه بسرعه 25 ملم بير سكند، وان كل ملي فولت بيساوي 1 ملم. لو انا ده موجود بوضوح جدا في الكاليبريشن نوت اللي على الشمال بتاع الاي سي جي، وكل جهاز اي سي جي له الكاليبريشن بتاعه، انا بقدر اتحكم في الكاليبريشن لو لقيت ان الكاليبريشن بتاعي مش مظبوط. دي حاجه تكنيكال موجوده على اي جهاز اي سي جي، مش حاجه صعبه خالص. يمكن في سؤال حضرتك تطرقت ليه، اللي هو ان في ديفرنس ما بين التشيلدرن والادلت بالنسبه للاي سي جي انتربريتيشن. دي مشكله بنشوفها ساعات، الطفل يبقى راح لادلت كارديولوجيست هو از نوت ريلي انتو ذا بيدياتريك اي سي جي، ممكن يبتدي يشخص حاجات مش يعني ويقلق العيان على الفاضي. في حاجات احنا بنعتبرها مشاكل في الكبار لكن في النورمز جوه الطبيعي بتاعنا في الاطفال. اول حاجه الهارت ريت السريع بنعتبره it's not a problem. بنشوف العيان اللي عنده right axis deviation او اللي عنده right ventricular dominance في صورة RSR dash pattern او prominent R في V1، كل ما يخص right ventricle انها prominent in the early age groups بنلاقيها واضحة في ECG. ممكن اسمح بشورت PR interval في اول 6 شهور، اسمح بسلايتلي prolonged corrected QT interval في اول 6 شهور. دي الحاجات المهمة اللي لازم اعرفها واطمن عليها. واخر حاجة هي juvenile T wave pattern، ده معناه ايه؟ ان T wave بتاعتي تبقى inverted من اول V1 لغاية V5. This is normal. في الكبار ده ممكن يكون معناه اسكيميا، لكن احنا بالنسبة لنا في الاطفال this is completely normal، بنسميها juvenile T wave pattern. يبقى الفايندنجز الاساسيه اللي بتختلف ما بين الكبار والصغيرين ان الصغيرين they are more tachycardic، they have manifestations of right ventricular dominance بنسمح بيها لغايه عمر 6 شهور، سواء prominent R في V1 او RSR dash pattern او right axis deviation، وثالث حاجه الجوفينايل T wave pattern.
هل ممكن نعتمد على الكمبيوتر في الانتربريتيشن اوف اي سي جي؟ حتى الآن لسه مش هنعتمد على الكمبيوتر، وعشان كده حتى لما حد بيجي مثلا عايز يشتري جهاز اي سي جي بنصحهم دو نوت انفست قوي في الأجهزة اللي بتبيع السوفت ويرز الغالية جدا علشان تعمل كمبيوتر انتربريتيشن الاي سي جي. إلى الآن ما شفناش كمبيوتر انتربريتيشن دقيق قوي، بنحتاج دايما ان احنا نعمل احنا نريفايز كل الانترفيلز وكل الويفز والحاجات دي. تمام. Which is more prognostic in Wolf Parkinsonian White syndrome, the presence of delta wave or presence of retrograde B wave? تمام. خلينا نقول ان الدلتا ويف بروجنوستيك، لو انت بتسال بروجنوستيك بمعنى العيان ده هيمشي ازاي، الابليشن بتاعه هيبقى عامل ازاي، فالبروجنوزز الدلتا ويف بتفيدني اكتر لانها هي اللي اكتر لمكان الاكسسوري باثوي، هنشرحها بالتفصيل في الجزء الثاني بتاع المحاضره، لكن ديفينتلي الدلتا ويف اهم عندي من الريتروجريد بي في الولف باركنسون وايت. Meaning of interventricular conduction delay with هو طالب ال ECG description. ال interventricular conduction delay انا وضحت ال ECG بتاعه، ممكن اشرحه تاني ان انا عندي ال QRS بتاعتي بقت واسعه. ليه؟ لان انا عندي مثلا عيان dilated cardiomyopathy. الدايركت كارديوماوبيثي ده عيان عنده الكارديك ماسل ماس بقت كبيره جدا، الكيو ار اس كومبلكس علشان خاطر ده بيريبريزنت ديبولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، فديبولاريزيشن اوف ذا فنتريكل بقى واخد وقت اطول لان الفنتريكولر ماس كبر، وبالتالي كيو ار اس كومبلكس بتاعتي بقت واسعه. فالانترفنتريكولر كوندكشن ديلي سمبلي مينز ان ات از تيكينج ا لونجر تايم فور ذا كوندكشن اوف ذا امبلس ثرو ذا فنتريكولر ماسل. في معظم الاسباب بتبقى زي عينين الكارديوميوباثي ان هم they have a much larger muscle mass and the conduction system is taking a longer time to depolarize the ventricles. فsimply it means ان الQRS complex بتاعت العين ده واسعه. تمام. احنا قربنا خلاص. Why premature newborn has normal axis as older children and at which age normally the full term neonate show normal axis as adult? ساعات بنشوف البري تيرم نيوبورن لان حجم احنا الاكسس ده زي ما اتفقنا بيمثل ذا سيجنيفيكانت فنتريكولار ديبولاريزيشن ماشي في انهي اتجاه. لو البري تيرم ده حجم الهارت ماسل بتاعته لسه صغيره ممكن ما يبقاش عندي سيجنيفيكانت تشينجز ان ذا اكسس. الاكسس عشان يتغير معناه محتاج رايت فنتريكولار دوميننس، معناه محتاج رايت فنتريكولار ماس. الفول تيرم يونيت ما بيشوفش خالص النورمال اكسس بتاع الادلت، احنا بنشوف النورمال اكسس ده في معظم الاحوال بعد عمر 6 شهور، لكن الفول تيرم يونيت مولود برايت اكسس ديفيشن. تمام. هو في اسئله كتير حضرتك بس حضرتك تطرقت لها بوضوح. في سؤال برضه، از ذا اي سي جي ماشين فور بيدياتريك از ديفرنت فروم ذا ادلت or the same؟ الماشين نفسها لا، لكن الليدز اللي بنحطها طبعا عشان عايزه احط ليدز على النيونيت مش هقدر احط البلالين الكبيره بتاعت الادلتس، في نيونيتال ليدز وفي بيدياتريك ليدز، فالفرق في الليدز نفسها او في الالكترودز اللي بتركب على العيان. الاي سي جي ماشين نفسها از اكزاكتلي ذا سيم. اخر سؤال حضرتك قبل ما نخش للبريك البسيط قوي اللي احنا هنتكلم فيه، can use sedation to sedate the children for ECG؟ طبعا بنعمل كده لو العيان، انا بالنسبه لي اتس كريتيكال ان انا اشوف الاي سي جي بتاعه والطفل عمال يعيط ومش عارف، بنستخدم الكلورال هيدريت، ات از سيف، ات از ابروفد ان انا استخدمه سواء في الايكوكارديوجرافي لابس او بستخدمه في الاي سي جي لابس. ات از امبورتنت تو دو ذا اي سي جي اون ا كوايت تشايلد، سام تايمز ذس از فيري تشالنجينج، الاي سي جي من الحاجات اللي بتخوف العيان ان انا بركب حاجات كتيره جدا عليه، فات از الاود طبعا ان انا اعمل سيديشن لو الطفل بيعيط. كلورال هيدريت، it is a safe and approved method. تمام. ال degree of access estimation how؟ ال degree of access اللي أنا شرحتها إن أنا ببص على lead 1 و AVF، ولو الاثنين positive يبقى this is normal، لو في واحدة منهم positive واحدة منهم negative يبقى عندي إما left إما right access deviation. في طبعا طريقه ان انا اطلع الدرجه بالظبط كام، دي زمان كنا بنهتم بيها اكتر قبل ما يبقى الايكوكارديوجرافي ذات اكيوريت، لان دلوقتي مبقتش محتاجه قوي اعرف الكارديك اكسس الرقم بالظبط كام، مش هيفيدني كتير، لكن يفيدني قوي اعرف انا عندي برودلي كده ليفت او رايت اكسس ديفيشن. في برضو مساطر
موجودة وفي algorithms كتيرة، لكن الحقيقة ما بقتش practical وإحنا مش بنستخدمها on routine basis، فما حبيتش ألخبطكم بيها. طيب احنا هنسيب حضرتك كوباية مية أو كوباية شاي سريعا أو عصير يعني 3 دقايق بالضبط إن شاء الله، وهنرجع مع حضرتك إن شاء الله. هنعرض بس فيديو للمؤتمر بتاعنا إن شاء الله، ونستعد للريدميز إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. عبد الرحمن اتفضل. شكرا جدا ليك مستر عبد الرحمن ودكتور وسام. طبعا شركة كوارتس هي البارتنر معانا في المؤتمر بيدي ايجيبت 2020، وان شاء الله كل سنة بعد كده، لان يعني مش هنلاقي افضل منكو على الهاي تكنولوجي سبورت اللي انتو عاملينه معانا. احنا النهاردة بنتكلم في 44 وبنار نمسك الخشب بفضل الله تعالى، ما فيش اي مشكلة بسم الله ما شاء الله يعني. فدي حاجة ثقة يعني شركة كوارتس تفخر بيها، واحنا يعني لنا الشرف ان احنا نكون بنتعاون معاكو كبيديا ايجيبت مع شركة كوارتس. اللي ما يعني ما سعفوش الوقت ان احنا نقول له ان المؤتمر السنة دي ان شاء الله هو بيستخدم الـ 3D تكنولوجي، وده اول فيرتشوال كونفرنس ان شاء الله هيتعمل في مصر، او اول كونفرنس تم الاعلان عنه ان هو هيتم بالفيرتشوال تكنولوجي عن طريق الـ 3D. زي ما بنقول ان انت وانت قاعد في بيتك هتبقى كأنك بالضبط داخل قاعات المؤتمر، هتخش قاعة المؤتمر، هتخش على الاكسبشن اريا، هتقابل الشركات، هتقابل الناس اللي قاعدين على الشركات، هتتكلم معاهم، هتسألهم اسئلة هيجاوبوك، هتطلب منهم سامبلز او معلومات عن الدراجز هيدوك، هتطلب الكارت بتاع اللي واقف على معارض الادويه هيديهولك. بعد كده ممكن تتحرك على الشركات وتخش المين هول وتتكلم وتحضر المحاضرات كانك موجود بالظبط، وان شاء الله تبقى حاجه ظريفه ولذيذه وممتعه بالنسبه لكم ان شاء الله. الجزء الثاني مع استاذتنا وجوهره
قلب الأطفال في مصر والعالم العربي، أستاذتي الدكتورة رانيا. بصراحة متعة ما بعدها متعة في الجزء الأولاني، ونكمل الجزء الثاني وربنا يبارك في حضرتك. تفضلي. أنا والله بشكرك على المجاملات الرقيقة دي دكتور يا محمد، بتحسسني كده بتديني أمل في الحياة. لا والله تستحق أنا مش الكثير عارفة والله. أنا كده عاملة شير سكرين ولا لأ، مش متأكدة. لا لأ؟ لا مش عامل. اتفضل. تمام. طيب هنكمل مع بعض. ايه الاي سي جي فايندنجز ان كومن اريثميز؟ الحقيقه ان الاي سي جي زي ما اتفقنا بيجاوب لنا على معلومات تخص الريتم بشكل عنيف، يعني ممكن ما اعرفش اجيب اي وسيله دايجنوستيك تانية زي الاي سي جي عشان يجاوب لي بيها على اسئله تخص الاريثميز. تعال نشوف ممكن ايه اللي نقدر نشخصه بالاي سي جي. طيب اول حاجه البناين بيدياتريك اريثميز اللي بنشوفها كل يوم. ريسبيراتوري ساينس اريثميا يعني ايه؟ ريسبيراتوري ساينس اريثميا معناها ان الريسبيراتوري ريت از افكتنج ذا هارت ريت، بمعنى ان العيان اثناء الانسبيريشن الهارت ريت بتاعنا بيعلى ومع الاكسبيريشن الهارت ريت بتاعنا بيقل. This is a vagal phenomena that is related to parasympathetic tone. وريسنتلي بقينا بنحط الريسبيراتوري ساينس اريثميا دي مع الاسسمنت اوف حاجه مهمه قوي اسمها الهارت ريت فاريابيليتي. ونحب نفكر ان احنا ما بنحبش او ان احنا عشان نطمن على الاوتونوميك نيرفس سيستم اوف ذا هارت ات از امبورتنت تو فايند سم irregularity، يعني لما بلاقي في فاريشن اوف ذا هارت ريت وذ ذا ريسبيريشن ذيس از ا فيري reassuring ساين ذات ذا بيشنت هاز ا هيلثي كارديك اوتونوميك نيرفس سيستم فانكشن. وعملنا شغل كتير على الريسبيراتوري ساينس اريثميا في عيانين مثلا الدايابيتكس والعيانين الكرونيك هيموليتيك انيميز، العيانين اللي عندهم كرونيك problems كتير منهم بيلوز this ability of having respiratory sinus arrhythmia and it is a poor prognostic sign. مشكلة respiratory sinus arrhythmia ساعات بتلخبط البيزيتريشنز لما يجي يسمعوها يلاقوا العيان الهارت ريت بتاعه ساعات بيبقى فعلا clearly irregular. فمن الحاجات اللي ممكن تساعدنا في الكشف ان انا احاول اربط الirregularity دي بالنفس بتاع العيان، او لو العيان كبير شويه وبيكوبريت معايا ممكن اطلب منه يمسك النفس بتاعه بحيث ان انا اشوف الريسبيراتوري ساينس اريثمي دي اخبارها ايه. ادي المنظر بتاعنا الجروبينج اوف ذا هارت بيتس، هتلاقي فيه البيتس ماشيه مع بعض هنا and then the patient is taking an expiration and then تاني مع الانسبيريشن بسرعه الهارت ريت بتاعنا بيرجع يسرع تاني. ف this is a normal finding. ولو افتكرنا مع بعض الكرايتيريا اوف ذا ساينس ريذم هتلاقي الاي سي جي بتاع العيان محترمها كلها، هتلاقي عنده a positive p wave in lead 2 and a negative in avr، هتلاقي قبل كل كيو ار اس كومبلكس there is a p wave وال pr interval بتاعتي ثابته، وهتلاقي ان الهارت ريت بتاعه is within the sinus rate limit and this is a patient with a respiratory sinus arrhythmia. This is a measure of the parasympathetic tone of the patient. طيب تاني حاجة common قوي بنشوفها هي الـ premature atrial contractions. يعني الكلام ده يعني ان الاتريا راحت مطلعة an ectopic beat. شايفين المنظر؟ This is a normal beat. This is a P wave وراها QRS complex. P وراها QRS. لغاية ما جينا هنا عند البيت دي جت بدري عن ميعادها ومفيش قبليها P wave وجاي وراها compensatory pause. شكل QRS complex بتاعتها normal مفيش أي تغيير فيها، دي بنسميها an atrial ectopic beat. الـ atrial ectopic beat دي بتحصل في الأطفال كتير جدا، ممكن الأطفال اللي عندهم من 4 ل 6 سنين it is very common فيهم up to 62% منهم عندهم atrial ectopic beats. They have been related to some يعني risk factors. الأطفال الكبار شوية اللي بيشربوا كافيين كتير، الطفل اللي محطوط له ميكانيكال ديفايس اي نوع من الديفايسز سواء انتركارديك او مركب سنترال لاينز، الدراجز حاجات كتيره من الادويه اللي بناخدها مثلا زي الناس الاطفال اللي بيتعمل لهم جلسات نيبولايزر كتير بسالبيتامول او بغيره، في ادويه اللي بياخدوا ثيوفيلينز او مينوفيلينز او الحاجات دي، طبعا الطفل اللي عنده مايكاردايتس او بيتعرض لهايبوغلايسيميا او هايبوكسيا، الحاجات دي كلها بتعمل بريماتور اتريال كونتراكشنز. لو الطفل ده نورمال وما عندوش اعراض انا مش محتاجه اعمل له further assessment للهارت كونديشن بتاعته. He does not need any treatment and he does not need any follow-up. طيب تعالوا نبص على premature ventricular contraction. نفس الكلام. This beat is coming early. البيت اللي جايه بدري دي
عن ميعادها وراها برضو بوز أطول شوية من العادي. This is a compensatory pause. طبعا الفرق الكبير بينها وبين الـ PAC إن شكل الـ ventricular أو الـ QRS complex is completely different عن الشكل بتاعها in normal sinus beat. فالشكل بتاع الـ QRS complex اللي متغير ده معناها إن this ectopic is originating from the ventricle. طيب برضو common حوالي 25% من الأطفال ممكن يكون بيجي لهم isolated PVCs. لكن أنا لو premature ventricular contractions I will have to work up the patient. أتأكد الأول من الهيستوري بتاعه، هل هو symptomatic؟ هل هو بيشتكي من palpitations؟ هل هو بيحس بالPVCs دي ولا لأ؟ بعمل العينين دول هولتر. الهولتر هيجاوب لي على كذا سؤال. أول حاجة الفريكونسي، عدد الPVCs أخبرها قد إيه بالنسبة للtotal beat count بتاعنا. المورفولوجي، شايفين الشكل بتاع الQRS complex هنا الPVCs شبه بعض بالظبط، ده معناه إن العيان ده عنده حاجة اسمها monomorphic ventricular ectopic. لكن لو شكل الـ PVCs بيختلف، يعني شكل بتاع الـ PVC ده مختلف عن الـ PVC دي، يبقى دي حاجة اسمها playmorphic and this denotes usually a worse prognosis عن الـ monomorphic ventricular ectopic. في حاجة اسمها cycling، يعني علاقة الـ QRS complex العادية بالـ ventricular ectopic beat. الـ coupling علاقتهم، الـ coupling علاقة الـ QRS complex بالventricular ectopic وعلاقة الventricular ectopic بالventricular ectopic اللي بعديه. السايكلينج والكوبلينج مهمين ان انا اجاوب عليهم، مش هجاوب عليهم غير من خلال الهولتر. طيب معلومة تانية مهمة، ان الاكو لازم يتعمل في العينين اللي عندهم ventricular ectopics، لان الطفل اللي عنده isolated ectopics with a normal heart مش هعمل له اي حاجة، لكن الطفل اللي عنده isolated ectopics لكن he has مثلا myocarditis او cardiomyopathy او any form of cardiac condition, this is a patient who might need treatment. طيب يبقى الحاجات الكومن اللي بنشوفها اللي بنسميها البناين cardiac arrhythmias، اتفقنا ان هما respiratory sinus arrhythmia. respiratory sinus arrhythmia دي معناها ان انا اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن الهارت ريت بتاعي بيختلف. it is faster with inspiration, slower with expiration. it's a sign of a parasympathetic tone او vagal tone. الحقيقه ان respiratory sinus arrhythmia باكد تاني ان it's quite a healthy sign، بتطمننا على ال cardiac autonomic nervous system function. تاني حاجه بنتكلم على ال premature atrial contractions، ان هما they are usually benign. لو العيان is not symptomatic and he has a normal heart he does not need further investigations. لكن في PVCs الامور بتختلف. ال premature ventricular contraction محتاج اعمل echo، محتاج اتاكد العيان ده has a normal heart. ممكن اعمل holter عشان اجاوب على الاسئله اللي اتفقنا عليها زي الفريكوانسي والسايكلينج والكوبلينج والكلام. العلاقه ال PVCs ببعضيها والبرسنتج بتاعها مهم عشان يحدد العيان ده هيحتاج علاج ولا لا. لما نيجي نتكلم على التاكيكارديا ال ECG هيجاوب لي على ايه؟ أول حاجة على sinus tachycardia. sinus tachycardia is by far the most common cause of tachycardia. وده معناه إن sinus rhythm, sinus node is still the pacemaker of the heart. لكن it is discharging impulses at a more rapid rate than the normal. هنلاقي إن العيان ده is maintaining the criteria of the sinus rhythm. هتلاقي إن العيان ده the heart rate بتاعه is still within the sinus rate limit. وبرضه بيختلف حسب، ممكن يكون العيان ده التفسير بتاعه بسيط جدا، العيان ده كان crying، الفيزيكال فاكتورز الثانيه اللي زي الفيفر. اهم اسباب sinus tachycardia هي ان العيان يكون feverish، ان العيان يكون عنده sepsis او infection، العيان يكون dehydrated، البين. وبننساه كتير في الاطفال سواء في النيونيتال او في البيدياتريك انتنسيف كير يونتس، ان البين is an important factor بيفسر لنا كتير من التاكيكارديز اللي بتحصل. ادويه كتير بنديها زي الدوبامين والدوبيتراكس، معظم الانوتروبس ار تاكيكارديك انديوسنج. طبعا لو الطفل از انيميك، لو الطفل عنده كونجنتال هارت ديزيز، لو الطفل از بين بريست فيد ومامته بتاخد ادويه كتير منها بينزل في البريست ميلك، وممكن يعمل زي حاجات زي نيزل دي كونجستنس لو الام دي بتدخن. الحاجات دي مهمه انها تتاخد في الهيستوري، ممكن يفسر لنا why is this child suffering tachycardia. لازم دايما نفتكر ان the treatment of the tachycardia is the treatment of the cause. يعني مش هعالج التاكيكارديا باي انتي اريثمكس او باي ادويه ثانيه، لازم اعالج السبب. طب افرض ما لقيتش سبب، ما العيان ده فعلا persistently الهارت ريت بتاعه عالي جدا وما عندوش اي سبب من الاسباب المعروفه، الثايرويد فانكشنز بتاعته كويسه، البيشنت از نوت انيميك، هيز نوت فيفرش، ما عندوش انفكشن، ما عندوش اي حاجه خالص، لكن هي از persistently tachycardic. لازم العيان ده يتعمل له هولتر مونيتورنج عشان فعلا نشوف لو العيان ده along the day الهارت ريت بارامترز بتاعته عاليه، والعيان ده سيمتوماتيك يعني بيشتكي هي suffering from palpitations suffering from dyspnea، العيان ده ما يتسابش كده،
العيانين دول they are now we are diagnosing them as having حاجة اسمها inappropriate sinus tachycardia. يعني فعلا the sinus node is still the pacemaker of the heart, لكن التachycardia بتاعت العيان ده is troublesome بالنسبة له. ودي طبعا it is more common in girls. العيانين دول بياخدوا عادة short courses of beta blockers to abolish the symptoms, تدي العيان ده فرصة ان السينس نود بتاعه يقلل شوية rate of discharge, and usually when we stop the beta blockers العيانين دول ما بيرجعوش تاني للتاكيكارديا status بتاعته. فit is important ان لو العيان ده فعلا بيشتكي ان احنا نحترم الشكوى بتاعته, نعمل العيان ده holter monitoring 24 ساعة, نتأكد العيان ده كان معظم الوقت tachycardic ولا لأ, هل بيشتكي من أعراض ولا لأ, ولو بيشتكي من الأعراض و persistently tachycardic on the holter, يبقى العيانين دول هنعمل له هنديهم علاج زي beta blockers. تعالوا نتكلم سريعا عن الـ SVT. في معلومة مهمة عايزين نفتكرها, إن 90% of abnormal tachycardia seen in children are SVTs, وإن 90% of the SVTs are accessory pathway mediated. وبالتالي لو أنا عرفت أشخص الأكسسري باثوي ميديتد SVT, يبقى أنا كده غطيت percentage كبيرة جدا من الأبنورمال تاكيكارديز اللي ممكن أشوفها في الإي سي جي. وعشان كده عايزين نهتم إن أنا أعرف إيه الكريتيريا of an SVT on an ECG, لأن دول إن في حاجات ممكن ما نشوفش منها واحد ولا اتنين طول الكارير بتاعنا, لكن الـ SVT is a very common arrhythmia that you see. طبعاً في الكارديولوجيست بنشوفها on a daily basis, لكن حتى البيزياتريشنز ممكن عينيهم تاخد على الإي سي جي. It is not that difficult خالص. SVT is the most common abnormal tachycardia اللي بنشوفه في البيدياتريك براكتس. It requires treatment في البيدياتريك population, بمعنى إن أنا يعني كتير منهم بنأجل قرار الأبليشن والإلكتروفيسيولوجيكال مابينج لسن أكبر شوية, وبالتالي في الأدوية بتاعتنا الأنتي أريثميك تريتمنت is very commonly used in children, خاصة في أول 8 سنين. It is very frequent إن أنا أشوفها في أول 3 شهور من العمر. It has two peaks, supraventricular tachycardia. First 3 months of life is the first peak, and the second peak is at age 8 to 10. طيب, لأنها supraventricular tachycardia, فطبعاً لازم نفتكر إن في معظم الأحوال الـ QRS complex بتاعتنا ضيقة, وحنعرف دلوقتي when is the exception, when do I find a QRS complex that is wide. لكن generally speaking, it is rapid, regular rhythm with a normal QRS complex, ما هيش واسعة خالص. طيب, supraventricular tachycardia عندنا two big classifications. يأما it's a re-entrant tachycardia, يأما it is an automatic tachycardia. Automatic tachycardia معناها أن العيان عنده an automatic focus, عنده enhanced automaticity of a part of the cardiac muscle. في معظم الأحوال ممكن تكون حاجة زي ectopic, يعني atrial tachycardia focus في أي حتة, يأما تكون على مستوى الجنكشنال أو اللي هو junctional ectopic tachycardia أو الجت. والجت طبعا بنشوفها most commonly أو تقريبا exclusively post cardiac surgery, هنشرحها سريعا بنشوف فيها إيه. لكن النوع الأهم والأشهر much more common اللي بنشوفه in children with a normal heart هو re-entrant tachycardia, اللي هو غالبا على مستوى الاتريوفنتريكولر نود او الاتريوفنتريكولر ليفل, سواء اي في ريانترنت تاكيكارديا او اي في نودال ريانترنت تاكيكارديا. في الاطفال باي فار ات از ذا اي في ريانترنت تاكيكارديا هو اللي مشهور اكتر بكتير. الريانترنت تاكيكارديا ممكن يبقى على مستوى الاتريوم مش على مستوى الاتريوفنتريكولر كوندكشن سيستم. ده يعني الاتريا نفسها فيها ريانترنت تاكيكارديا, عندنا الاتريال فلاتر والاتريال فايبريليشن. الاتريال فايبريليشن من الحاجات الاكستريملي رير في الاطفال, ما بنشوفهاش ان تشايلد وذ نورمال هارت. غالبا الاطفال دول بيبقى عندهم اكستريملي دايليتد اتريا, بنشوفهم ساعات في العينين عندهم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبثي او ريستريكتيف كارديومايوبثيز وذ ذير فيري لارج اتريا, اند ان بيشنتس وذ روماتيك هارت ديزيز ممكن اشوف فيهم اتريال فايبريليشنز. غير كده الطفل النورمال ممكن اشوف فيه اتريال اي في ار سي وممكن اشوف فيه اتريال فلاتر. طيب تعالوا نفتكر مع بعض, احنا شرحنا الكلام ده قبل كده, بس انا النهارده حبيت افكركم تاني, لان انا زي ما قلت 90% من البيدياتريك اريثميز از ذس كايند اللي هو الاتريو فينتريكولار ري انترنت تاكيكارديا الاي في ار تي, ومهم جدا ان احنا نبقى عارفين على الاقل الميكانيزم بتاعها ماشي ازاي. خلينا نشوف العيان اللي عنده اكسسري باث واي ان ساينس ريتم. ادي الساينس نود بتاعه هيدسشارج ذا امبلس, الامبلس هتنزل ان ذا نورمال كوندكشن سيستم وهتنزل in the normal accessory pathway, والعيان ده هيبقى عنده on his basal ECG بنسبة 50% هنشوف ال WPW اللي هنشرحها حين. أمال إيه المشكلة اللي بتحصل؟ المشكلة اللي بتحصل إن يحصل مرة block, تيجي الإمبلس عايزة تنزل هنا ما تعرفش تنزل في الaccessory pathway, فتنزل بس جوه الconduction system العادي, تروح لفة في الaccessory pathway وبتبتدي circuit
اللي هي الامبلس بتاعنا عمال يلف فيها جوه النورمال كوندكشن سيستم اوف ذا هارت، رجع في الاكسسوري باث واي وهكذا. This is a circuit that needs to be interrupted عشان العيان ده نابولش هيز اس في تي. لو العيان حصل له المنظر ده بنسميها accessory pathway mediated SVT أو atrioventricular reentrant tachycardia. طيب في نوعين، نوع اسمه orthodromic ونوع اسمه antidromic. الorthodromic is more common. معناه إيه الكلام ده؟ إحنا اتفقنا إن أنا عايزة circuit، أنا عايزة الimpulse تقعد تلف كده حوالين نفسها جوه الهارت. ممكن الimpulse تنزل في الاتجاه السليم جوه الconduction system وترجع في الاتجاه العكسي في الاكسسوري باثواي وتفضل تلف بالمنظر ده، ودي بنسميها orthodromic reentrant tachycardia، ودي هتعمل النارو QRS complex tachycardia، ودي مهم جدا ان احنا نعرف ان this is the most common form of SVT. A more rare او less common form يعني هو الantidromic. طب ايه الفرق؟ الانتيدرامك الامبولس نزلت في الاتجاه السليم في الاكسسوري باثواي ورجعت في الاتجاه المعاكس في الكوندكشن سيستم ابطأ، بالتالي بتعمل حاجه اسمها انتيدرامك سيركولار تاكيكارديا. مشكلتها ان الكيو ار اس كومبلكس بتاعتها واسعه. This is the kind of SVT اللي بتتلخبط مع الفنتريكولار تاكيكارديا لان فيها كرايتيريا مهمه جدا اسمها وايد كيو ار اس كومبلكس SVT. يبقى في الاخر انا عندي نوعين من الاي في ار تي، نوع اسمه orthodromic ونوع اسمه antidromic. ده بيعتمد على ايه الكلام ده؟ حسب الاكسسوري pathway which direction did the impulse travel in the accessory pathway. If it's traveling in a reverse direction in the accessory pathway and in the normal direction in the conduction system, this is known as the orthodromic circular tachycardia which produces a narrow QRS tachycardia. And if it's the opposite, it means that the impulse is traveling in a correct fashion in the accessory pathway and in a reverse fashion في normal conduction system هتعمل لنا الانتيدرامك circular tachycardia. طيب أثناء الـ AVRT ده العيان ده جايلي بإيه؟ العيان ده جايلي بقى الـ ECG بتاعه this is a patient who has a very high أو rapid heart rate ممكن يوصل ما بين 200 ل 300، في الغالب بيبقى في حدود الـ 250-280. الـ P waves بتاعته موجودة جوه الـ QRS complex buried جواها، يا إما retrograde P immediately following the QRS complex، والـ QRS complex بتبقى ضيقة less than 120 milliseconds in a patient with an orthodromic AVRT. يبقى ده العيان اللي عنده retrograde P wave. P wave موجودة اهي immediately following the QRS complex. It's a short RP interval. والعيان ده 40% منه هيجيلي في the first two months of life و 75% during the first year of life. Congestive heart failure لو العيان ده ما تلحقش في أول 48 ساعة، و 50% من العيانين دول لما يرجعوا للساينس ريتم بتاعهم هيشو ذا اكسسوري باثواي اللي سماه، ويبقى عندهم حاجة اسمها وولف باركنسون وايت سيندروم. طيب شايفين المنظر ده؟ لو العيان ده جاله بقى النوع التاني من الـ AVRT اللي هو الانتيدرامك، اللي هو الامبلس نزلت في الاتجاه السليم في الاكسسوري باثواي ولفت ورجعت في الاتجاه المعاكس في الكوندكشن سيستم، العيان ده بقى عنده حاجه خطيره جدا اسمها انتيدرامك AVRT. انتيدرامك AVRT طبعا هنا احنا شايفين البي ويف باينه، لكن ستيل ذس بيشنت ممكن ان انا اشخصه على انه VTAC فنتريكولار تاكيكارديا. لو انا شاكك انا هتعامل مع العيان ده على انه فنتريكولار تاكيكارديا. لو انا مش متاكد، والحقيقه ان في الجوريزمز كتير يعني it's not a simple differentiation by any means, it's a very critical differentiation، لانك انت هتفرق how you are going to manage this patient now وفي اللونج تيرم بروجنوزس، العيان اللي عنده VTAC غير العيان اللي عنده SVT. فIt is a very critical differentiation to make. في الجوريزمز كتير اتعملت، اهمها واشهرها هو البروجادا الجوريزم. اربع اسئله بنجاوبها حاساها بيت كومبليكيتد علينا، لكن هقولها بسرعه عشان الانترستد اكتر في البيدياتريك كارديولوجي ممكن تبقى بالنسبه له مفيده. بنجاوب على أربع أسئلة، لو أي حاجة منهم yes يبقى this is a VT، ولو كلهم no يبقى this is a supraventricular tachycardia. أول سؤال هو إن مفيش ولا RS complex باين في كل precordial leads، لو ده yes يبقى this patient has a VT. لو longest R to S interval أكتر من 100 milliseconds يبقى this is a patient with a VT. لو في أي نوع من الـ AV dissociation يبقى ده VT. ولو المورفولوجي criteria موجودة in leads V1, V2, V6 يبقى this is a ventricular tachycardia. انا الحقيقه مش حاطه الالجوريثم ده علشان اشرحه تفصيلا، it's a bit complicated، لكن انا حاطه الالجوريثم ده عشان نفكر مع بعض ان this is a very critical differentiation. لو انا لسه مش متاكد
لو انا مش عارف ايه هو البروجادا الجوريثم وازاي هقدر افرق بوضوح، يبقى please resort to the safer option ان انا شخص العيان ده ان هو he is a ventricular tachycardia and manage him other way. يعني في الوقت ده هmanage him as if he's a VTAC and then I can re-evaluate لما اعرض الـ ECG ده على حد او ابتدي احسب بقى البروجادا كريتيريا اللي انا حطاهم. الاربع اسئلة نفتكر ابسطهم لو وجود AV dissociation معناها VT. تاني حاجة لو ما فيش ولا RS complex في من V1 ل V6 ده معناه VT. لو الـ longest R to S interval مسافة ما بين الـ R complex والـ S interval أكتر من 100 يبقى ده في أي precordial lead ده معناه أنها VT. لو المورفولوجي كريتيريا بتاعت الـ ventricular tachycardia موجودة في V1 أو V6 يبقى this is a patient with ventricular tachycardia. والمعلومة المهمة إن wide QRS tachycardias are VTACs until proved otherwise. تعالوا نبص على الولف باركنسون وايت سيندروم. كان حد بيسأل على ايه هي اهم او ايه هي الكريتيريا بتاعت الولف باركنسون وايت سيندروم. زي ما احنا شايفين ده عيان اتفقنا ان عنده اكسسوري باثوي. الاكسسوري باثوي دي هتخلي كوندكشن من الاتريا للفنتريكل تتم بطريقه سريعه جدا، فالبي ار انترفل بتاعته بقت قصيره. تاني حاجه ان الفنتريكلز بيحصل لها ديبولاريزيشن من اتجاهين، من الكوندكشن سيستم ومن الاكسسوري باثوي، وبالتالي كيو ار اس كومبلكس بتاعتنا بقت واسعه. وتالت حاجة هي الدلتا ويف. الدلتا ويف دي اللي احنا شايفينها هنا اللي هي الاندنتيشن الموجودة على الابستروك بتاع الكيو ار اس. الحقيقة ان الدلتا ويف دي من الحاجات المهمة جدا زي ما احنا شايفين. ده الالجوريثم برضو انا حطاه علشان لو حد انترستد يبقى عارف ان انا ممكن اطلع من السيرفيس اي سي جي العادي بتاعي اقدر اطلع مكان الاكسسوري باثوي دي فين عن طريق الالجوريثم ده. الحقيقة ان احنا لو حد انترستد هيلاقي ان في الجوريثمز كتيرة جدا بتخص الايدنتيفيكيشن اوف ذا اكسسوري باثوي عن طريق السيرفيس اي سي جي. This is the algorithm that I use. I think it's a simple algorithm. It's a four-step algorithm عشان اقدر اشخص بيها مكان الاكسسوري باثوي. مكان الاكسسوري باثوي بيفرق في البروجنوزس. في بعض الاكسسوري باثويز are easier to ablate أو they are more likely ان هم يحصلهم spontaneous apoptosis. فالحقيقة ان مكان الاكسسوري باثوي في الولف باركنسون وايت سيندروم من الأسئلة اللي إحنا كأريثمولوجيس بنحب نجاوب عليها علشان لما نيجي نبعتها للي هيعملوا لها intervention وهيعملوا لها ablation it is important to answer the question أخبار الأكسسري باثوي دي بتاعتنا موجودة فين. طيب الابليشن بتاع الدبليو بي دبليو بحب دايما افكركم ان من سن 7 ل 10 سنين it is recommended ان انا اعمل ابليشن لاي عيان لسه عنده دبليو بي دبليو لان there is a sudden risk of sudden death that is not very big but it is there especially if this patient is an athlete. يعني لو الطفل ده بيلعب رياضه بشكل تنافسي وهو عنده دبليو بي دبليو it is an indication ان انا اعمل له ابليشن ما بين سن 7 ل 10 سنين لان ساعات العيانين دول بيحصل لهم بدل ما يجي لهم الريتمي بتاعتهم العاديه الاس بي تي تايمينج بتاع الامبلس لو جه في وقت غلط في السايكل ممكن العيانين دول يجي لهم ventricular fibrillation and sudden cardiac death. It's a very small risk بس it is there وبالتالي الابليشن بقت دلوقتي recommended by the American Heart Association بين سن 7 ل 10 سنين in any patient with WPW. طيب تاني نوع من السوبرافنتريكولار تاكيكارديا عايز اتكلم عليه هو الاتريال فلاتر. الاتريال فلاتر ده بنشوفه في الاطفال mainly في neonates والميزه بتاعته ان وانس ان انا عملت له ابولش يعني انا وانس ان انا عملت له انتربشن للاتريال فلاتر ده العيان ما بيرجعلوش تاني سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا ايفر ما بيحتاجوش ان هم يمشوا على لونج تيرم تريتمنت. مشكله الاتريال فلاتر ايه؟ مشكله الاتريال فلاتر ان في عيان العيانين دول بيتشخصوا على ان هم سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا بياخدوا انتي اريثميك ميديكيشنز. الانتي اريثميك ميديكيشنز دي تجيب لهم برادي كارديك تخليهم ضربات بقلبهم ابطا شويه لكن it did not treat the atrial flutter. فتلاقي العيان عنده he is sick he is not doing well because he is suffering this atrial flutter. لو العيان ده تشخص ان عنده مثلا any form of SVT خد اي مثلا بيتا بلوكر او خد اميودرون او حاجه الحاجات دي ما بتاثرش في الاتريال فلاتر ما هياش علاج ليها بتخلي العيان ده يبقى الهارت ريت بتاعه ابطا فبيبقى عمل له ريت كنترول لكن ستيل الريتم بتاعه ماشي اتريال فلاتر. فا it is quite important ان انا اشخص العيان ده. It is very characteristic المنظر بتاع السو توث appearance of the P waves اللي احنا شايفينها في الاتريال فلاتر. It is very important ان انا اشخصها. العلاج بتاع العيانين دول هو الكارديوفيرجن في الغالب ان انا بعمل دي سي شوك للعيان ده على 1 او ابتدي 0.5 ما جابش نتيجه بقى على 1 جول بير كي جي synchronized دي سي شوك. This is the treatment of patients with atrial flutter. عشان كده it is important in any patient with a tachycardia ان بتعمل له ECG عشان نشوف منظر المورفولوجي بتاع الP waves مهم جدا في العيان.
طيب في نوع بتاع الجت، وانا عارفة ان احنا عارفين طبعا ان this is important في كل العيانين اللي تعمل لهم cardiac surgeries, it is a scare, it is يعني a serious arrhythmia بيتشاف في العيانين في immediate post-operative period, بالذات في العيانين اللي تعمل لهم عمليات قريبة من الـ AV conduction system and the AV node. بنشوف فيهم جت، في studies بتقول ان up to 10% وأكتر من children undergoing cardiac surgery بيسافر this junctional ectopic tachycardia. العيان ده ماشي with a very rapid heart rate of 170 to 260، يعني ممكن يسجل أرقام كبيرة جدا بتأثر على cardiac function in a critical time. العيان ده already يعني خارج من cardiac surgery عشان يجيله جت. Sometimes it leads to their deterioration جدا. الفوكس طبعا التشخيص بتاعها is a narrow complex tachycardia، مش شايفين فيها P waves خالص. This is the typical jet ECG. نرجع لورا تاني معلش. طيب احنا كده خلصنا الكومن اتريال اريثميز. لو هننسى كل حاجه هنفتكر الاي في ار تي، الاتريو فينتريكولر ري انترنت تاكيكارديا، واللي اتكلمنا فيها ان انا عندي اكسسوري باث واي مديت التاكيكارديا، والاكسسوري باث واي ممكن ينقل لي الامبلس في الاتجاه السليم، ممكن ينقل لي ما معناها الانتي دراميك او الكومبلكس بتاعته واسعه. المور كومن ان الاكسسوري باث واي هينقل الامبلس في الاتجاه المعاكس، وهيعمل لي ذا موست كومن فورم اوف اس في تي بنشوفه في الاطفال اللي هو الاورثودرامك اس في تي. تاني حاجه قلنا الاتريال فلاتر، اهميه الاتريال فلاتر ان بارتيكولر في الاطفال انها بتعمل سوتوث ابييرنس تيبيكال جدا، المنظر بتاع البي ويفز بتاعتهم بنشوفهم في نيونيتس، مش بيحتاجوا لونج تيرم ارنسي اريتميك مانجمنت. ثالث حاجه قلت عليها هي الجت، والجت اهميتها مينلي في الاطفال اللي اتعمل لهم كاردييك سيرجيز. في حاجه انا ما حطيتهاش بس هي مهمه احب اقولها لكم، هي الاتريال تاكيكارديا. يعني مش لاقي لها اي سي جي دلوقتي حالا، لكن الاي سي جي بتاع الاتريال تاكيكارديا مهم، ان الريت بتاع البي ويف عالي، المورفولوجي بتاعه البي ويف والاكسس بتاعها از نوت نورمال. المشكله بتاعه الاتريال تاكيكارديا انها كتير منهم بيبقوا انسيسنت، يعني ما هماش درجة التاكيكارديا اللي هي بتتشخص لأنها الهارت ريت بتاع العين ده 280 وحاجات زي كده، لا ممكن slower heart rate، لكن still he's not a sinus rhythm. العينين دول كتير بي present with dilated cardiomyopathy after a long time of not being treated، وعلشان كده it is very important in any patient who is cardiomyopathic انك تعمل له ECG. He might have an arrhythmia and when you treat the arrhythmia بنلاقي cardiac functions بتاعت العين ده completely recovered. طيب شايفين المنظر ده؟ This is a patient with a ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia هنا بنسميها non-sustained. The definition of sustained and non-sustained بيعتمد على المدة. لو أنا أقل من 30 ثانية يبقى العيان ده عنده non-sustained VT. لو الاتاك بتاعت الventricular tachycardia أكتر من 30 ثانية This is a patient with a sustained VT. Non-sustained VT الحقيقة بتتشخص mainly يما بالECG وممكن ساعات بالهولتر، ودي مهمة جدا في العينين اللي عندهم impaired myocardial functions, cardiomyopathies أو myocarditis. It is an important prognostic indicator فيهم. نقدر نقول إن العيان الكارديوميوباثيك اللي بيجيله runs of non-sustained VT on his Holter monitoring, this is quite a poor prognostic factor. كتير منهم بيحتاجوا amiodarones علشان خاطر يكونترول this. والحقيقة إن الأميدارون اتلقى إن هو it is directly related to improved survival rates in patients with cardiomyopathy suffering this form of non-sustained VT. خلينا نبص على العيان ده عنده ايه؟ منظر واضح، QRS rate عالي، مفيش ال QRS complex مختلفة تماما عن منظر sinus rhythm بتاعنا. It is a wide QRS complex, there are no P waves whatsoever and they are runs ورا بعض من ال VTAC لكن ما كملتش 30 ثانية، عشان كده التشخيص بتاعها is a non-sustained ventricular tachycardia. العيان ده اللي جاينا بالECG هات المرعبة دي، this is a patient with a sustained VT. VT بتاعته مطولة، منظر QRS complex سريع جدا، مفيش P waves خالص. This is a patient with a ventricular tachycardia. شايفين الECG هات دي بالعيان مطول مدة طويلة أطول من 30 ثانية، this is a patient with a sustained VT. نخلي بالنا تاني من المنظر اللي أنا قلته قبل كده، إن الأنتيدرامك AVRT ما هياش سهلة أفرقها ما بينها وما بين الVT، ممكن easily يتلخبطوا. علشان كده it is quite important to make this differentiation very carefully. A patient with an antidromic AVRT is very likely to be having a VT. The ECG hat are not that different. لو أنا بصيت كده with an unexperienced eye ممكن أن أنا أتلخبط جدا بيهم. أفكركم تاني بالبروجادا ألغوريثم، بالأربع أسئلة اللي بيجاوبهم عشان أعرف ده VT ولا
اس في تي من ناحيه الاي في ديسيشن ومن ناحيه الديستنس ما بين الار والاس انتربل اخبارها ايه، وجود الار اس كومبلكس ان بريكورديال ليدز من عدمه اند مورفولوجي كرايتيريا بتاعه الفي تي. ف this is important, please remember ان الوايد كيوريس تاكيكارديز مره ثانيه ار فينتريكولار تاكيكارديز انتل بروفد اذروايز. سريعا جدا هنتكلم على البراديكارديز. البراديكارديز ار sinus bradycardia. Sinus bradycardia معناها ان the sinus node is still the pacemaker of the heart, لكن it is discharging impulse at a slower rate than normal. دي اسبابها ممكن يكون hypothermia، لو neonate مثلا قاعد في حضانه ساقعه، طفل مامته لسه first time مام مش عارفه تدفيه، بنلاقي hypothermic children are very bradycardic. Over sedation، طفل واخد dose عاليه من sedative، عنده increased intracranial pressure، عنده obstructive jaundice. دي اسباب sinus bradycardia. طيب شايفين المنظر بتاع المابتس تايب 1. احنا عندنا طبعا الهارت بلوكس بتاعتنا كذا نوع. اول نوع بنسميه first degree heart block اللي انا شرحته في الاول، وقلت ان ده معناه عيان عنده prolonged PR interval. PR interval الطبيعية بتاعتنا من 3 لخمس مربعات صغيرين. لو لقيت ال PR interval بتاعتي اطول من خمس مربعات صغيرين، الامبولس بتاعتي بتتنقل بطريقة بطيئة من sinus node to the ventricles. This means that this is a prolonged PR interval. This is a patient with a first degree heart block. A second degree heart block بتاعنا two grades. يما Mobitz type 1، ده معناه ايه؟ ال PR interval بتاعتي عملت تطول، ادي PR interval قصيرة، طولت شوية، طولت خالص لدرجة ما بقتش conducted، رجعت قصيرة، رجعت بتطول وهكذا. This is a patient with a progressive prolongation of his PR interval. عيان ال conduction system بتاعه ضعيف. في الأول مع بينقل الامبلس كويس، and then it becomes weaker لغايه ما يقف خالص، تيجي لنا واحده مش كوندكتد، and then بيبتدي من الاول تاني ريكفر. This is Mobitz type 1 progressive lengthening of the PR interval. اللي مور اجريسيف شويه او الهاير جريد اي في بلوك هو Mobitz type 2. ده معناه ان الكوندكشن سيستم بينقل واحده مثلا من البي ويف امبلسز وما ينقلش واحده، أو ينقل واحدة وما ينقلش اثنين، أو ينقل اثنين يعني الديجري بتاعتنا على حسب، ممكن تكون 1 to 1 بلوك أو أكتر. فديس إز ذا Mobitz تايب 2. النوع الأشهر هو الكومبليت هارت بلوك. يعني إيه كومبليت هارت بلوك؟ يعني there is a complete dissociation. الـ SA node ما بتنقلش أي حاجة، الكوندكشن سيستم بتاعنا ملوش أي دعوة بالريت بتاع الساينس نود. الساينس بس بتديبولرايز دي atria and ventricles are depolarized on their own. There is a complete separation between the P wave and QRS complex. العيان ماشي at a very slow rate لأنه ماشي على الventricular rhythm نفسه، وده is a patient with a complete heart block. لو شايفين العيان ده زي ما احنا شايفين هنا، ادي P wave اهي ملهاش اي دعوة، منفصلة تماما عن QRS complex. QRS complex ماشية very regular والP wave ماشية very regular، لكن they are not related to each other at all. This is a patient with a complete heart block. Complete heart block دي مش حاجة common، واحد في كل 15,000 طفل بيتولد تقريبا عنده complete heart block. من لما بنشوف طفل عنده complete heart block في شوية حاجات لازم نعرفها. ان البرزنتيشن بتاعه ممكن يكون asymptomatic، يعني ساعات بنشخص العيانين دول هم عندهم 15 سنة، تحط السماعة تتخض تعمل ECG وتعمل كل حاجة يطلع ان فعلا كان عنده congenital complete heart block، وعمره ما تشخص والعيان ده completely symptom، ما فيش اي، ما عندوش اي اعراض خالص. وممكن يكون extreme other extreme of the spectrum، من العيان ده عنده hydrops fetalis والطفل نفسه مولود in congestive heart failure، وبالتالي there is a very wide spectrum of presentation of the complete heart block. طبعا ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اولا الاسكيب rhythm بتاع العيان جاي suprahesian ولا infrahesian. الانفراهيسيان are less dependable rhythms، اللي هو بيعتمد على الventricular escape rhythm جاي من مكان تحت bundle of his. السوبراهيسيان are better، وبالتالي العيانين دول بيبقوا less symptomatic. الهارت ريت بتاعنا في عيان complete heart block بس ماشي بريت 80، وعيان complete heart block بس ماشي بريت 40. ف there are lots of variations in the presentation and in the timing that you will need to pace the patients. احنا في معظم الاحوال بنحاول نأجل العيان يعدي اول سنة عشان يقدر يتعمل له pacing عن طريق الأسطرة بدل ما يتعمل له عن طريق الهارت سيرجري. لكن in general كل العيانين at some point suffering complete heart block will need to put a pacemaker. آخر حاجة عايز أقولها في الموضوع بتاع الـ ECG النهاردة هو الـ ECG in congenital heart disease. الحقيقة إن الـ congenital heart disease الـ ECG دور الرول بتاعه عمال يتراجع.
لان it is being replaced by the echocardiography. الحقيقة الاكوكارديوغرافي بيدينا much more accurate diagnosis, بنقدر نجاوب منه على كل الاسئله اللي احنا عايزينها في congenital heart disease الا بعض الحاجات اللي ممكن تحتاج even more sophisticated imaging زي المالتي سلايس سي تي او ساعات الام ار ايز او الحاجات دي. لكن definitely الاي سي جي دوره عمال يقل in the assessment of congenital heart disease. فبالرغم من ان هو it is being replaced by more sophisticated imaging techniques, 12 lead ECG ساعات بيساعدنا ان انا اعمل decision making مهم. زي ما اتفقنا لو عندي عيان pulmonary stenosis او عندي عيان ESD عايز اجاوب على right ventricular strain مش هعرف اجاوب عليه الا من خلال ال ECG بتاعي. لو انا عايز اشوف ال QRS dilatation لل intraventricular conduction delay والdegree بتاعها اللي له prognostic significance كبير في عريضة كارديوماتي لازم هشخصها بالإي سي جي. لو أنا عايز أشوف أريدميس أسوشيتد ليها أو بوست أوبرتيف حصل لها, عيان جاي ببوست أوبرتيف كومبليت هارت بلوك أو بوست أوبرتيف سوبرا فنتريكولار تاكيكاردي أو جت أو whatever, it is very important الإي سي جي في البوست أوبرتيف assessment بتاع patients with congenital heart disease وحتى كمان الأدلتس with congenital heart disease. طبعا with the brilliant surgeries اللي عندنا دلوقتي بقينا بنشوف كتير قوي survival rates عالية جدا لأطفال that are growing to be adults with congenital heart disease, والإي سي جي بيرمين playing a very important role in these patients ولو prognostic significance كبير جدا. تعالوا نبص مع بعض كده على الإي سي جي هات دي نفتكر احنا قلنا ايه النهاردة. شايفين الإي سي جي ده عيان انا شايفة ان عنده الـ P waves بتاعتنا ماشية ملهاش أي دعوة بـ QRS complex. The patient with a very slow heart rate. This is the patient with a complete heart block. Complete heart block هنا زي ما اتفقت معاكم أنا عندي نوعين من الـ escape rhythm. حاجة اسمها suprahessian وحاجة اسمها infrahessian. عشان أحكم على suprahessian أو infrahessian بشوف الـ QRS complex بتاعتي واسعة ولا ضيقة. لو الـ QRS complex بتاعتي ضيقة زي ما هو شايف زي ما أنا شايفها كده يبقى ده عيان عنده حاجة اسمها suprahessian escape rhythm. الحقيقة أن suprahessian escape rhythms are dependable rhythms أقدر أعتمد عليها. العيانين دول usually they are not very symptomatic زي العيانين اللي عندهم infrahessian ولاقي الـ QRS complexes بتاعتهم واسعة. فده عيان الـ P wave بتاعته ماشية بسرعة مش قليلة. دي واحد اثنين ثلاثة طيبا قدام كل QRS complex في ثلاثة P waves. This is a patient who has complete AV dissociation. مفيش أي علاقة ما بين الـ P wave والـ QRS complex. طبعا انا لسه عارضه الاي سي جي ده بفكركم بيه لان اتس فيري امبورتنت. ده عيان عنده رانز مجموعه بيتس جايه ورا بعض. عشان اقول ران معناها اكتر من ثلاثه, اكتر من ثلاثه كيوراس كومبلكسز ذات ار فيري وايد ذا اي كانوت سي اني بي ويفز فيهم. اتس ا بيشنت وذ فنتريكولار تاكيكارديا المده بتاعتها مش طويله اقل من 30 ثانيه. ذس از ا بيشنت وذ ا نون سستيند في تي وزي ما اتفقنا it is one of the most important prognostic indicators في عيانين اللي عندهم dilated cardiomyopathy. ده عيان, العيان ده انا شايفه عنده retrograde P wave. العيان ده ماشي بالheart rate بتاعه حوالي 260 beat per minute. It's a narrow QRS complex. This is a patient with supraventricular tachycardia. وطبعا انا لقيت retrograde P wave والheart rate بتاعي حوالي 260 يبقى ده عنده atrioventricular reentrant tachycardia. ولو نفتكر النوع ده orthodromic ولا antidromic؟ ايوه orthodromic علشان خاطر ال QRS complex بتاعتي ضيقه. لان انا لو عندي antidromic SVT هلاقي ال QRS complex بتاعتي واسعه. وال antidromic SVT بحب او اخاف الخبطها مع ايه؟ بخاف الخبطها مع ال ventricular tachycardia. فده عيان عنده supraventricular tachycardia انا شايفه ال P wave بتاعته it's a retrograde P وشايفه it's a very narrow QRS complex. الهارت ضيقه جدا. This is a anti with an orthodromic atrioventricular reentrant tachycardia. طيب ده منظر مهم لما يجي لك عيان عايز يلعب رياضه وانت طلب منك انك تدي له الروتين ريبورت عشان الاتحاد عايز يشوف الاي سي جي بتاع العيان ده. ده عيان عنده دبليو بي دبليو ده معناه ان عنده وولف باركنسون وايت. زي ما احنا شايفين البي ار انترفال المسافه ما بين بدايه البي وبداية الـ QRS is very small, so this is a patient with a short PR interval. طبعا واضح جدا ان الـ QRS بتاعت العيان ده واسعة. واضح ان عنده deflection على الـ upstroke بتاع الـ QRS. This is a patient with a WPW. It is a serious condition. ليه؟ لان العيانين دول برغم انها it's a very small risk, they still have a risk of sudden cardiac death. والعيانين دول بنحتاج نعمل لهم ablation. And it is one of the reasons ليه بالنادي ان احنا نعمل روتين اي سي جي للعيانين او الاطفال اللي عايزين يمارسوا الرياضه. من ضمن الحاجات اللي بشخصها is the WPW.
تهالي كده كفايه علينا النهارده دكتور محمد، مش هنقدر نقول هولتر، صعب قوي ولا ايه؟ راي حضرتك ايه؟ لا لا، احنا يعني كده انا شايف ان حضرتك غطيتي الحاجات النورمال والحاجات الكومن اللي هي الابنورمال الاريزمياز وكده. فبصراحه بالظبط، خلينا يعني نشوق الناس المره الجايه نقول لهم الهولتر باذن الله. ان شاء الله يبقى لنا لقاء فيها ان شاء الله. هو في بعض اسئله انا مش هطول على حضرتك ومش هنطول على الناس، لان يعني مش عاوزينهم طبعا لا مش عايزين يزهقوا خالص، بليز. اطلاقا. يعني في بعض اسئله بس يعني هنتطرق لها مع حضرتك. ودكتور مجدي محمود طبعا من الناس اللي منورانا، يعني عمده قلب الصعيد كله. نورنا والله، ده حضرتك يعني الرئيس الكبير. طبعا. ففي بعض اسئله هو يعني بيوجه لحضرتك التحيه، وفي بعض اسئله يعني كتبها لنا. فانا هتطرق لمجموعه من الاسئله ونختم ويبينار النهارده على وعد بلقاء بقى تاني نقول الهولتر. ولو في كيس بريزنتيشن مثلا حضرتك حبيت تعرضيها ويحصل إن شاء فيها الله إن شاء ديسكشن الله زي ما حضرتك يتراءى لحضرتك، يعني ان شاء الله إن شاء الله دكتور محمد نرتبها مع بعض بإذن الله. ان شاء الله. استاذنا الدكتور مجدي محمود يعني في سؤال بيقول لحضرتك: value of titling test for arrhythmia and syncope in adolescence. معلش دكتور محمد قول السؤال تاني، ما سمعتش. سينكوب إيه؟ value of آه titling test، titling test. آه الهات تلت، الهات تلت ده مهم جدا طبعا في السينكوب. اهميته بتتضاءل كل شويه، بقى فيه يعني كلام كتير على السيفتي بتاعه. هي الفكره بتاعته ان احنا العيانين اللي بنشخصهم ان هم عندهم اورثوستاتيك انتولرنس. يعني ايه اورثوستاتيك انتولرنس؟ يعني انا مش قادر احافظ على ضغطي وانا واقف، فبالتالي انا بحط العيان في الانجل 90 درجه في سرير معين، او الهات تلت تيست ده بيخلي العيان يقف 90 درجه وهو اندر مونيتورنج. بقيس الضغط بتاعه وقيس البلد بريشر وقيس الهارت ريت وحط له اي سي جي مونيتور، وبراقب العيان ده بعد قد ايه هيجيله سينكوب، وبشوف البلد بريشر والهارت ريت ريسبونسز بتاعته. لو العيان ده البلد بريشر والهارت ريت الاثنين قالوا، يبقى انا بشخص بيها الفازوفيجل سينكوب. لو العيان عنده البلد بريشر بس اللي قل والهارت ريت بتاعه زاد، يبقى انا بشخص حاجه اسمها اورثوستاتيك انتولرنس. فده مهم علشان تفريق نوعين كومن جدا من السينكوب. ليه بقول ان اهميته قلت؟ لان بقى في علاجات بتعالج الاثنين وزي بعض، وفي ناس بتتكلم ان مش مهم قوي افرق ما بين الاورثوستاتيك انتولرنس والفازوفيجل سينكوب طالما العلاج بتاعهم تقريبا واحد. ستيل الهات تلت طبعا من التست اللي بنطلبها في عيين السينكوب كتير. تمام. يعني احنا عذرا دكتور مجدي، تلتنج طبعا انا مش بتاع كارديو، فالجمله دي ما كانتش مش واضحه بالنسبه لي. لا فتلتنج اتفقنا، تيست، معلش. والله بتوع الكارديولوجي دول مزعجين واحنا اسفين على الالفاظ الصعبه بتاعتنا. فمعلش يعني. في سؤال برضو حضرتك: كومبليت هارت بلوك دايجنوزد انتراتوراين. طبعا الكومب احنا لغايه دلوقتي الفيتال اي سي جي وبالذات في مصر مش موجود، ان ات از نوت اكيوريت، لكن له علامات. يعني ساعات بنلاقي العيان براديكارديك قوي، يجي الدكتور بتاع النساء قايل ان العيان الفيتال هارت ريت بطيء. في منهم بيبقوا الاطفال عندهم مثلا الام عندها بولي هيدرامينس، او الطفل نفسه عنده هايدروبس. دي حاجات بتخلينا شاكين ان العيان ده لما يتولد هيطلع عنده كومبليت هارت بلوك، لكن الاكيوريت دايجنوزز ما بيتعملش غير بعد الولاده، الكومبليت اسسمنت عن طريق النينيتال اي سي جي. بقى هنتطرق بسرعه: What is the role of vagal stimulation to differentiate white QRS supraventricular tachycardia and ventricular tachycardia؟ هي الفكره ان الفيجل ستيميوليشن لو انا اس في تي، الفيجل ستيميوليشن ساعات بي ابولش دي اكسسوري باث واي ميديتد اس في تي. انا لما بعمل فيجل ستيميوليشن وعمل ترمينيشن للاتاك بتاعت الاريثميا، يبقى انا ماشيه في سكه اس في تي، لكن مش ملوش اي تاثير خالص على الفنتريكولار تاكي كارد. فده الفكره بتاعت ان انا اعمل فيجل مانوفرز، ان انا احاول اعمل فيجل ستيميوليشن. الفيجل ستيميوليشن ممكن يابولش السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، ات هاز نو افكت اون ذا في تاك، وبالتالي عشان كده ممكن سام تايمز اي ريفيرت يعني استخدمهم، اي ريزورت للحاجات دي علشان افرق ما بين الاس في تي والفي تي، ولو ان اتس سيفر ديفرنشيشن تو دو اون ذا اي سي جي
عن ان انا اضيع وقت مع العيان نفسه. تمام تمام. ان ديفرنشيشن اوف وايت كومبلكس تاكيكارديا وات از مينت باي ار اس كومبلكسز ان بريكورديال ليدز. تمام. يعني منظر احنا عارفين طبعا ان الار معناها البوزيتيف ديفلكشن اوف ذا كيو ار اس والاس معناها ذا نيجاتيف ديفلكشن اوف ذا كيو ار اس. فانا لو مش شايفه خالص ار اس كومبلكسز في البريكورديال ليدز ولا بريكورديال ليد واحده مديه المنظر بتاع البوزيتيف والنيجاتيف ديفلكشن ده ماشي مع الفنتريكولار تاكيكارديا. لو عندي بعض البريكورديال ليدز الواسعه الكيو ار اس بتاعها واسع وشايفه فيها ار واس ديفلكشن ده ماشي اكتر مع SVT ودي احد البروجادا كرايتيريا علشان اقدر افرق او الالجوريثم اللي البروجادا حطه عشان افرق ما بين الفي تي والاس في تي الانتي دروم. دكتور سعيد kindly explain fusion and capture beats the feature of specific and differentiating ventricular tachycardia from supraventricular tachycardia. هذه اللي احنا شرحناها ولسه قايلينها يا دكتور محمد اللي هي البروجادا كرايتيريا الاربعه اهمهم خالص لو انت عايزين تعرفوا الحاجات البراكتيكال هي موضوع الار اس ويف اللي احنا لسه شارحينه وحاجه تانية اللي هي الاي في ديسوسيشن. لو في اي اي في ديسوسيشن يبقى ذس از مع الفنتريكولار تاكيكارديا لان الاس في تي ما فيهاش اي في ديسوسيشن خالص. طيب استاذنا الدكتور مجدي السؤال الثاني وندرينج بيس ميكر. The wandering atrial pacemaker is a normal and it is a healthy sign for ECG. دي بنعرفها ازاي؟ معناها ايه الwandering atrial pacemaker؟ يعني ال P wave morphology بالرغم من ان الاكسس بتاع ال P is still positive in lead to and negative in AVR لكن شكل ال P wave بيتغير من beat لbeat وده له نفس السيجنيفيكانس بتاع respiratory sinus arrhythmia. It's a sign of vagal tone عالي بيطمننا على ان العيان ده عنده heart rate variability كويسه. فالwandering atrial pacemaker في معظمها it is a very healthy sign. What to do if sinus bradycardia with no cause is found. ولا حاجه sinus bradycardia بنطلب لها holter علشان نعرف لغايه فين العيان ده bradycardic يعني هو نايم بينزل 20 30 40 كام محتاجين نعمل هولتر عشان نأسس السينس براديكارديا الاسيمتوماتيك ملهاش علاج غير لو انت قلقان والهارت ريت بارامترز بتاعتك مفزعه ممكن تعمل العيان ده فولو اب. العلاج الوحيد الابروفد للبراديكارديز ان جنرال هو البيسنج فده الانديكيشنز بتاعته معروفه لكن برضو مفيش مشكله خالص ان احنا العيانين دول نعمل لهم هولتر لكن كعلاج مفيش علاج الا لو هو سيمتوماتيك. سيمتوماتيك بمعنى بقى سينكوب بيغمى عليه حاجات زي كده العيانين دول ار انديكيتد فور بيسنج. الدكتور مجدي معانا برضو بيقول لحضرتك the most common three anti-arrhythmic drugs indication doses and duration. The most common drugs احنا الحقيقه البيتا بلوكرز من الحاجات اللي فيري سيف. احنا برضو المشكله في الاطفال ان احنا كل سن ولو نورمز او لو يعني الانواع اللي بنحبها لكن ان جنرال خلينا نقول ان البيتا بلوكرز من الفيري جود تشويسز. لو بنتكلم على supraventricular tachycardia يعني فالبيتا بلوكرز are very good choices namely البروبرانولول. السوتالول من الحاجات برضو الكويسة على 80 ملي جرام بير متر سكوير من 50 ل 80 بنبتدي usually في الاس في تي على 80 وبعد كده نبتدي الويدرو. عندنا الاميدرون ده ثالث واحد بنستخدمه في السن الاولاني it's very safe بنمونيتور الثايرويد فانكشنز والليفر فانكشنز لكن it is very efficient. لو العيان في البرزنتيشن بتاعه جاي بلونج ستاندنج اس في تي وكانت مأثره على المايوكارديال فانكشن كتير منهم بنحب نديهم ديجوكسين حتى على هاف مينتنس دوز لغايه ما الكونتراكتيليتي بتاعت العيان ده تتحسن. من الادويه المهمه لكن مش موجوده كتير في مصر ومشكلتها انها غاليه هو الفليكينايد وده من الادويه الكويسه. الحاجات اللي ما بنحبهاش خالص هي الكالسيوم شانل بلوكرز او الفيرابامين والحاجات دي لانها بتاثر جدا على المايوكارديال كونتراكتيليتي وبتعمل ساعات انكنترولبل براديكاردياز وهايبوتنشنز ما بنصحش بيها خالص في اول سنتين. فرد تاني على سؤال حضرتك يا دكتور مجدي بنحب البيتا بلوكرز سواء البروبرانولول او السالول هو برضو نوع من انواع البيتا بلوكرز. بنحب الاميدورون والفليكينايد دول الثلاثه كاتيجوريز المهمين. ما بنحبش خالص الكالسيوم شانل بلوكرز ده فرق كبير بيننا وبين الادلت كارديولوجيست ان هم بيحبوا يستخدموا الكالسيوم شانل بلوكرز كتير قوي احنا بنخاف منهم جدا في اول سنتين.
امين. معلش قربنا نخلص هذا القران، انا عارف ان احنا ارهقناك بما فيه الكفايه. لا انا انبسطت، انا مبسوط قوي. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. What is the difference between synchronized and asynchronized DC shock؟ السينكرونايز دي سي شوك معناها ان انا بعمل سينكرونايزيشن مع البيت بتاعه العيان، ودي بعملها في كل انواع الاريثميز في ما عدا الفنتريكولار فايبريليشن بس. الفنتريكولار فايبريليشن because the patient is already does not have، يعني مش هعرف اعمل سينكرونايزيشن مع اي حاجه، فبالتالي بعمل له نون سينكرونايز دي سي. لكن سواء الاس في تي او الفي تي اللي هيحتاج دي سي شوك بنعملهم سينكرونايز. هو طالب برضو الدوز اوف دي سي شوك، دي سي شوك ان سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. في السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا نبتدي دي سي شوك سينكرونايزد على دوز اوف 0.5 جول بير كي جي، بعلى بعديها ل 1 وبعلى بعديها ل 2. في الفنتريكولار تاكي كارديا ببتدي على 2 جول بير كي جي وبعدين بعلى ل 4 وممكن اكرر ال 4 تاني. فدايما الدوز بتاعت الاس في تي في الدي سي شوك از هاف ذا فنتريكولار دوز، ببتدي على نص، على الواحد وبعدين الاثنين، على عكس الفي تاكس ببتدي بواحد اثنين اربعه. احنا يعني كده اعتقد احنا طولنا قوي على حضرتك، واحنا يعني متشكرين جدا لتعبك، وانا عارف ان كان عند حضرتك ظروف النهارده، لكن بصراحة ربنا يبارك لنا في حضرتك، ودايما كده ما بتتأخرنيش عن شباب الأطباء ولا عننا، فمش عاوز أقول لك. دكتور محمد، وسلامي للدكتور وائل ما شفناهوش النهارده، بتمنى يكون بخير وربنا يديله الصحه والعافيه، وان شاء الله نشوفكم في بيديا ايجيبت قويه وجميله بيكم يا رب باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وحضرتك كورنر اساسي معانا باذن الله. والله انا مفتقده كل البيدياتر كارديولوجيست حبايبي اللي بيبقوا قاعدين مونسيني، حاسه ان انا تقلت عليكم قوي لوحدي النهارده، بس ان شاء الله يبقوا معانا في المرات الجايه باذن الله. لا والله كان يوم شيق جدا على الهايلايتنج للبيدياتريك كارديولوجي، وبتمنى ان يكون النهارده الكلام كان مفيد، وعلى وعد ان شاء الله المره الجايه يبقى في كيس برزنتيشنز ونتكلم على الهولتر لانه مهم باذن الله، في مره نقدر نرتبها من خلال الايجيبشن اكاديمي باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ويعني جزاك الله كل خير، وبنشكر حضرتك للمره المليون طبعا، لان حضرتك تستحق كده، وتاني وتالي ورابع جوهره قلب الاطفال عندنا في مصر. محمد يعني في وسط القمم اللي حضرتك بتقول عليا جوهرتهم، فانا يعني بعتذر لهم ان هم في منهم جواهر رهيبه، بس انا بتمنى ان انا ان شاء الله اكون دايما مع حضرتك اداه ومفيده لكل الجميع باذن الله. يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك فيكي وتصبحي على خير. شكرا، ميرسي جدا. الله يخليك، وتصبحوا جميعا على خير والف خير. مع السلامه.